لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أترك الكتب الشيخ. أولاً أخواننا، يعني لماذا ندرس؟ لماذا؟ ليش نتعلم؟ العلم نور، نرفع الجهل عن أنفسنا. ها، بسم الله. العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أي عبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا بأن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، لا رياء، لا سمعة، لا تبتغي بها إلا وجه الله. الثاني لابد فيها من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تريد تصلي الصلاة حرام حتى تتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. تصوم الصوم حرام عليك حتى تتعلم كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم. تؤذن الأذان حرام عليك حتى تتعلم كيف أذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين ما هو لعب. طيب، لماذا يعني كانت هذه الدورة؟ يعني أنا أسمع أن الشباب هنا يقولوا الدورة هذه إلزامية وكذا، وإن ربك يعجب لأقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل، في ناس الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة يعني برحمة وفضل سبحانه وتعالى. يعني عندكم مثلا من الصحابة الذي جاء إلى المدينة وهو عبد، جر إلى الجنة بالسلاسل ثم بعد هذا أسلم؟ سلمان رضي الله عنه. سلمان رضي الله عنه جاء إلى المدينة وكان عبدا ثم أراد الله سبحانه وتعالى به الخير. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا أستاذ أعطينا الجوال. لا لا لا، جزاك الله خيرا وتعال عندي هنا. أي واحد يخرج الجوال ترى أنا بأخذه، لأن الإدارة قالوا كذا الله يرحمه. عندي هنا أي، بس عسى آيفون إن شاء الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من تقول أنا أراد الله بي خيرا، تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى وتقول أنا ينطبق علي هذا الحديث، أفقه في دين الله. طيب، هل تعلم الدين شيء صعب أو سهل؟ ها إخوانا، قربوا شوية كذا، ترى أنا أنتم اللي هناك في الآخر يا أخي، قرب هنا عندي، ولازم تتكي يا أخي، شباب ما شاء الله، وأنت قرب كذا شوية، وأنتم إخواننا قربوا علينا شوية. ها أخوانا، إيش السؤال؟ هل العلم، تعلم العلم الشرعي أمر صعب أو سهل؟ أبعطيك جائزة جوال ترى لو أجبت. ها، هل تعلم الشرع صعب ولا سهل؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا، أي والله لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وانت تسمع في بعض المسابقات، يجي من باكستان، يجي من أوروبا، يجي من كذا، يجي من أمريكا وكذا، ويقرأ القرآن قراءة ما شاء الله، صح؟ من علمه؟ ما يعرف كلمة واحدة بالعربي ويقرأ القرآن ما شاء الله أحسن من عبد الباسط. من علمه؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. وكيف كان الصحابة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانوا يا إخوان؟ ها، علماء؟
لا، كانوا على الشرك الأكبر، ضلال. ومنهم من يعبد صنم من تمر، وإذا جاء المساء أكل. لكن لابد تتعب قليل، تعب قليل، مو شيء يسير، خاصة مع هذه الأجهزة. خل الجوال يعمل معك في العلم، في التعلم، تمام. ونتكلم إن شاء الله آخر الدرس إيش نصنع. طيب، عندنا الفقه، فقه كل الفقه، احنا قلنا العبادة ما تقبل إلا بالإخلاص، إذا لابد أن تبتغي بهذا العمل، بهذا العلم، بكل عمل تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. قال حتى اللقمة، حتى اللقمة تضعها في امرأتك يكون لك بها أجر. لو تحتسب في كل شيء حتى تنام، تحتسب أنك عندما تنام تبتغي بهذا وجه الله تؤجر، مفهوم؟ نعم. وترى عندنا موضوع خطير جدا، أخطر شيء عند الأئمة والمؤذنين ومن يعمل في الدعوة، حديث واحد دائم تضع نصب عينيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذا حديث لنا كلنا، كل من يعمل في الدعوة لابد إيش؟ هذا الحديث دائما يكون إيش على باله: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. قالوا في مكافأة؟ قال والله خلاص أذن. قال والله ما في مكافأة. قال والله ما أصلي. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. حكومة، قالوا الحكومة والله بنعطيك وكذا وحافز وناجز وكذا وكذا وكذا. وقالوا هذا الشهر ما في شيء، بدأ يسب في الحكومة. إن هذا إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. غضبك ورضاك إذا كان للدنيا فأنت عبد للدنيا، غضبك ورضاك يكون لمن؟ لله، مفهوم؟ أعطوك أو منعوك ما عندك مشكلة. طيب، الفقه عندنا يا أستاذ تعال، جوال، هات الجوال، جزاك الله خير. شوف يضحك ما شاء الله، طيب هذا، جزاك الله خير، الله يرحم والديك. تعال آيفون، جزاك الله خير. الرقم السري لعله بعد الدرس إن شاء الله، ما مشكلة. ما آيفون شكله؟ آيفون؟ آيفون. اجلس. أي آيفون ما شاء الله. هنا عندي عندي عندي. لا تروح بعيد عني. الفقه باختصار ينقسم إلى قسمين: عبادات ومعاملات. معاملات يلحق بها بعض الأشياء، الأطعمة وكذا طيب العبادات مقدمة لأنها أشرف، وخلقت لتعبد الله، لم تخلق لتبيع وتشتري وتأكل وتشرب وتتزوج وتطلق، صح؟ إذن لابد نبدأ بالعبادات. ما هي العبادات؟ العبادات أركان الإسلام. من يذكر لي أركان الإسلام؟ أركان الإسلام يا شباب. لا لا لا، نعم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. هذه أركان الإسلام. إيش يعني أركان؟ قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام. يعني الإسلام كأنه بناء مثل هذا، بني على خمس أركان. يعني لو تسقط ركن كما لو تسقط عمود. هذا الآن لو أسقطنا هذا العمود انهار البناء. بني الإسلام على خمس. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى أشهد؟
يعني أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي أن لا إله إلا الله. إيش معنى لا إله إلا الله؟ وحين المؤذن يصيح يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إيش معنى؟ ها الشيخ يقول لا معبود بحق إلا الله. لماذا؟ لماذا معنى لا إلا الله لا معبود بحق إلا الله؟ لو قال لك قائل معنى لا إله إلا الله لا رب بحق إلا الله أو لا معبود إلا الله، صح أو خطأ؟ أسألك أنت. خطأ. يقول خطأ، ما هو صحيح أبدا. لو قلنا معنى لا إله إلا الله لا رب بحق إلا الله نقول كفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بأن الله سبحانه وتعالى إيش هو الرب وهو الخالق، صح؟ وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنتم عابدون ما أعبد. المشكلة أين؟ في العبادة، في توحيد الألوهية. إذا قال معنى لا إله إلا الله لا معبود، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، مفهوم؟ إذا معنى لا إله إلا الله ليست لا رب بحق إلا الله، لا، لا معبود، لا أحد يستحق أن يعبد. إذا عندنا خصومة في ماذا؟ في توحيد العبودية. ولا إله إلا الله بناء يقوم على ركنين، على عمودين. لا إله إلا الله لابد فيها من ركنين. الركن الأول تكفر بجميع ما عبد من دون الله، تقول أكفر بكل ما عبد من دون الله، من عبد الأحجار، الأشجار، الأصنام، السماوات والأرض، صح، الملائكة عليهم السلام، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أكفر بجميع ما عبد من دون الله، واثبت العبادة لله وحده لا شريك له. لا إله نافيا جميع ما عبد من دون الله، إلا الله مثبتا عبادة لله وحده لا شريك له. وكما نشهد أن لا إله إلا الله لابد أن نشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ إذا نجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة، تمام. هذا الركن الأول. إذا عندنا في الفقه قلنا عبادات وإيش ومعاملات. العبادات أركان الإسلام الخمس. شهادة أن لا إله إلا الله لابد أولا من الطهارة، تطهر باطنك قبل طهارة الظاهر. لابد من طهارة الباطن من الشرك، من البدع، من المعاصي، وتطهر الظاهر، تمام. إذن الطهارة أول باب عندنا، باب الطهارة. بعدين بعد الطهارة الصلاة، والصلاة فيها صلاة الجنازة، وهذا يضع الجنائز. وبعد الصلاة والجنائز إيش؟ الزكاة والصيام والحج والجهاد. هذا القسم الأول العبادات، الحمد لله. من يعيد لي القسم الأول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ها الشيخ أعطيك جوال هدية، يلا قول. أول شيء إيش؟ طهارة، ثم الصلاة، ثم الجنائز، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الجهاد. هذه العبادات الحمد لله. وبعدين ندخل في المعاملات. ليش ترتب يا فقهاء على هذا الترتيب؟ قال لأن الإنسان أول شيء يحتاج للطهارة. تطهر إيش يسوي؟ صلي، صلى، يأتي بعد الزكاة وبعد الصيام وبعد الحج. جاء أركان الإسلام، يبدأ إيش يفكر الآن؟ إيش تفكر في إيش؟ قال يفكر في المعاملات. يبغى أول شيء يروح يبيع ويشتري، صح؟ باع واشترى وحصل له مال، ايش يبغى يصنع الان؟ ها يقول يبغى يتزوج. الله المستعان. يبحث عن زوجه واختيار الزوجه والخطبه ورؤيه المخطوبه والاركان النكاح، صح؟ خطب وتزوج، الحمد لله. تاتي عشره النساء، كيف المعاشره وتربيه الاولاد وكذا. طيب تزوج وباع واشترى، ايش عنده الان؟
لا تأتي المشاكل الآن، الزوجة وكذا صحيح وناشز وغير ناشز، وبدت المشاكل مع الزوجة ومع أهلها صح، ويلا جنايات تضارب هو من ها وأهل الزوجة، جنايات جنى عليهم قتل ولا ضرب ولا كذا صح، ويأتي الطلاق وتأتي العدد وتأتي الحدود والقضاء وما إلى ذلك، مفهوم؟ والشهادات وغيره، هذا الفقه أمر أنت تصنعه. أخواننا الشريعة فقط تبغى الإنسان يتعلم يمشي تمام. إذا نحن اليوم نتكلم عن أي كتاب؟ الطهارة. اليوم عندنا الطهارة فقط. الطهارة قلنا أنه عندنا طهارة باطن هي أهم شيء، تطهر باطنك من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع ومن المعاصي، وعندنا طهارة للظاهر، طهارة للظاهر، عندنا طهارة حدث وطهارة خبث، طهارة حدث وطهارة خبث يعني طهارة من النجاسة. تطهر من النجاسة ماذا؟ قالوا طهر البدن والبقعة والثوب، لابد صح، طهارة البدن والثوب والمكان اللي تصلي فيه صح، ما تصلي في مكان نجس ولا تصلي على بدنك نجاسة ولا على ثوبك نجاسة تمام. وطهارة الحدث، عندنا الحدث قسمين، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر يزال بإيش؟ بالاغتسال، والأصغر بالوضوء ما شاء الله. والأصل أننا نتطهر بماذا؟ بالماء هو أصل، وإن لم نجد رحنا إلى الفرع وهو التراب. ممتاز ما شاء الله، اي نعم فقه سهل تمام. إذا نعيد من جديد، الطهارة كم قسم؟ طهارة باطن وطهارة ظاهر، طهارة الباطن من الشرك والبدع والمعاصي، وطهارة إنما المشركون نجس، هذه نجاسة إيش؟ معنوية في الداخل، نسأل العافية والسلامة تمام. طيب، وطهارة الظاهر قلنا تنقسم إلى قسمين، حدث وخبث. الخبث يعني النجاسة، تطهر البدن والثوب والمكان. وطهارة حدث، الحدث أكبر يزال بإيش؟ بالاغتسال، وأصغر يزال بالوضوء تمام. والماء قلنا الأصل في الطهارة، وقد إذا لم نجد الماء أو عندنا مشقة صعوبة من استعمال الماء أو مرض نستعمل التراب التيمم تمام. طيب، طهارة حدث وطهارة خبث. إذا عندنا في الطهارة ندرس الوضوء والاغتسال صح، والتيمم والماء، أنواع المياه. الماء يا أخي ارتاح، الماء عندنا قسمين، طهور وإيش ونجس، قسمين أحسن، ارتاح يعني أبغى نخفف عليكم، مو ثلاث أقسام. الماء كم قسم؟ قسمين، طهور ونجس، وانتهينا تمام. طيب، والاغتسال على صفتين، يقول لا اصنع تخفيض، قسم واحد أسهل اغتسال، ما هو؟ تنوي بقلبك، تنوي بقلبك، النية محلها القلب، ما يصح أن تقول اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم 18 من شهر محرم 1444 مصليا في مسجد الأبوين 10:45 بتوقيت شرورة صح؟ يصح؟ لا ما يصح، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة ضلالة تمام. تنوي بقلبك وتقول بسم الله، تعمم كل البدن بالماء مع المضمضة واستنشاق واستنثار، وتخرج بهذا تصلي، مفهوم؟ من يعيد لي صفة الاغتسال؟
يلا يا شيخ. أش نية وعمم جميع البدن بالماء مع المضمضة واستنشاق واستنثار والحمد لله واخرج صلي. طيب والوضوء معروف أو لا؟ أشرح. تنوي بقلبك، تسمي، تغسل الكفين، تتمضمض، تستنشق، تستنثر، تغسل الوجه مع تخليل اللحية واليد اليمنى مع المرفق كاملة، لابد هنا تغسل اليد كاملة مع المرفق ثم اليسرى مع المرفق ثم تمسح الرأس مع الأذنين مسح، وتغسل الرجل اليمنى وتغسل الرجل اليسرى وتخرج تصلي. تمام. طيب متى يجب الاغتسال؟ متى؟ نعم. تمام. يقول إسلام الكافر، الكافر إذا أسلم لابد يغتسل. تمام. وموت غير الشهيد، أي إنسان يموت لابد نغسله ونكفنه ونصلي عليه، إلا الشهيد لا يغسل. تمام. والمرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس لابد تغتسل. ويقول الجنابة، جنابة عندنا إما بجماع أو بخروج مني من مستيقظ أو من نائم، خرج إذا خرج المني من مستيقظ أو من نائم وجب الاغتسال. تمام. جزاك الله خير. متى يجب نواقض الوضوء؟ ها ارفع صوتك. يقول الخارج من السبيلين مطلقا، من القبل، من الدبر، بول، غائط، ريح، دود، حصى، دم، ماني، مذي، وذي، اي شيء يخرج من السبيلين ناقض الوضوء. ها اسمع انا، اكل لحم الجزور، اكل لحم الابل، وزوال العقل، زوال العقل مثل بعضكم الان زال عقله، كيف؟ قال زوال العقل بنوم او اغماء او سكر او جنون او مخدر. يعني هذا الشيخ الان وهو متكي هنا دحين نعس، وضوء صحيح او لا؟ اذا زال العقل بنوم او اغماء او سكر او جنون او مخدر وضوء ايش؟ لانه لا يدري قد خرج منه ريح. قال هذا انا اسمع ايش تقول لكن غلب علي النعاس هكذا لكن اشعر بنفسي، اذا وضوءه صحيح. وهذا قال والله انا وين وبديت اشوف رؤى ومنامات، اذا وضوءه فاسد باطل. تمام. طيب اذا لابد من طهارة الباطن قبل طهارة الظاهر، ولابد من أننا تمنى الله سبحانه وتعالى على الطهارة، أنت مؤتمن على طهارتك. طيب عندنا في الإسلام في أشياء، هذا مع جوال؟ معك جوال أنت؟ إيه ما عندك جوال؟ كتاب، اترك الكتاب. شيء يسميه العلماء آداب قضاء الحاجة. نعم، ما هي آداب قضاء الحاجة؟ من يعرف؟ ما شاء الله. يقول قبل أن أدخل أقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ليش؟ ليش؟ ها؟ ليش تقول الدعاء؟ لأنه مكان واسع. يقول شياطين هنا، في جن. نعم، ولأن بعض الناس يقول والله يجي للرقى ويجي كذا، ليش؟ قال ما قال الدعاء قبل دخول الحمام. مفهوم؟ ولهذا تجد عمل الشياطين وعمل السحرة وين؟ وين مكتب الساحر وين؟ ها؟ حمام. اي والله صحيح، حتى المدخن مكتب الحمام. المدخن، انا سالت احد المدخنين، اكثر من مدخن سالته وين احسن مكان
تشرب فيه سجارة. قال والله أحسن مكان الحمام. ليش؟ لأنه رائحة خبيثة أو طيبة، ها؟ والملائكة تتأذى عليهم السلام مما يتأذى منه بنو آدم. ممكن واحد يدخن في المسجد في الحمام؟ نعم ممكن. لا، بل أفضل مكان للتدخين هو الحمام، أكرمكم الله. تمام. يقول: أقول الدعاء قبل الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج بعد أن يخرج يقول: غفرانك. وفي الصحراء في الفضاء إذا ما عنده دخول ولا خروج، صح؟ متى يقول؟ قبل أن ينزع الثياب يقول: بسم الله، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا رفع الثياب يقول إيش؟ غفرانك. تمام، هذا أدب. غيره يقول: يقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج خلاف مسجد ومنزل، لأن المسجد يدخل باليمين، يدخل المسجد باليمين ويخرج للدنيا بإيش؟ باليسار. إذا لا تخرج من المسجد. والله يا أخواننا أفضل وظيفة في العالم إيش هي؟ طيار ولا مهندس ولا وزير ولا ها؟ أفضل وظيفة في العالم إيش هي؟ ها شيخ علي: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذه أعلى وظيفة في العالم. من أين؟ بكلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو تبتغي بهذا العمل وجه الله يبارك الله لك في كل شيء. الناس يحترموك يا الشيخ، صح؟ إمام، المؤذن، فضيلة المؤذن، فضيلة الإمام يقوله، صح؟ مرحبا يا الشيخ، يوسع لك كذا، وعند الله أجر عظيم. أحسن وظيفة في العالم أنتم فيها الآن: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. مو إلى الوظيفة، إلى الراتب، إلى المكافأة. ابتغي وجه الله، قل: يا رب، يا رب اجعل عملي خالصا لوجهك يا الله. شوية شوية تأتني إن شاء الله، مفهوم؟ لا يلبس عليك الشيطان ويقول أنت كذاب، أنت مرائي، منافق، وتبتغي المكافأة وهمك المكافأة. قل: نعم، كان همي هذا، وإيش؟ ودعوت الله إن الله سبحانه وتعالى يجعل عملي خالصا لوجهه. يا رب يا رب يا رب تقبل مني يا رب، مفهوم؟ وما في مانع يجيك مكافأة، ما في إشكال، لكن إن أعطي رضي وإن لم يعطى انتبه، هذه القاعدة عندك. تمام. يقول: الدخول بالرجل اليسرى والخروج باليمنى، غيره. يقول: لا استقبل القبلة ولا استدبر حال قضاء الحاجة. تمام. يقول: لا يقضي الحاجة في أماكن يؤذي بها الناس ولو كانوا كفارا ولو كانوا أهل بدع، مفهوم؟ تمام. يقول: وجوب الاستتار، واجب أن تستتر، واجب، عن أعين الناس. تدخل أكرمك الله الحمام تغلق الباب، تمام؟ أو إذا كنت في الفضاء، في الصحراء، في الغابة، في كذا، تستتر بسيارة، بحجر، بشجرة، وإن لم تجد شيئا تبعد إذا كنت في إيش؟ في الفضاء. تمام. ها غيره. ها شو يقول؟ يقول: يحرم ذكر الله، حرام، ولا كلمة. وعندنا كلام الناس، بعض الناس يحط السماعة ذي حقت الآيفون، صح؟ ويقول تكلم أكرمك الله في الحمام، يصير؟ لا ما يصير، أصلا ما يطيل البقاء في الحمام، تمام، ينقطع عن ذكر الله، هذا وجوبا. وكلام الناس يقول ما يتكلم إلا عند الضرورة، تمام. غيره: اجتناب
يعني هذا قلنا انه اماكن يؤذي فيها الناس ولو كانوا كفار، هذا بعد هذا سياتي انه قطع الحاجه. ها لا يبول في الماء الراكد، لا يبول اكرمكم الله في الماء الراكد، تمام. لا يمس ذكره بيمينه. قال اذا انتهى من قضاء الحاجه وجب عليه تطهير المكان، صح، واجب، واجب ان يطهر المكان. تطهير المكان يقول عندنا اما بالماء او بالحجاره، استنجاء واستجمار. ماء وحجاره وخلاص يا شيخ علي، سهل على العالم يا اخي. اما استعمال الماء او استعمال المناديل، الحجاره، الاخشاب، الخرق، تمام. قسمين، استعمال الماء ما يحتاج شرح، صح، يحتاج، ها، استعمال الماء ما يحتاج شرح، تمام. اما استعمال المناديل والحجاره لها شروط. الاول ان تكون المناديل، الحجاره، الاخشاب طاهره لا نجسه، يعني ما هي مستعمله في طهاره، مفهوم، تمام، ان تكون طاهره لا نجسه، والا تكون محترمه. ايش محترمه؟ يعني يقول اوراق المصحف، اوراق الكتب الحديث، الجرائد، هذه المجلات العربيه عندنا لابد في الجرائد والمجلات مكتوب فيها اسم الله، صح، عبد الله، عبد الرحمن، صح. يقول المغفور له باذن الله الملك عبد الله ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن، اسماء الله سبحانه وتعالى، صح، اي نعم، تمام، ايوه، ها. ولا طعام يقول للانس ولا للجن، ولا طعام لدواب الانس ولا طعام لدواب الجن، لا يكون ايش، طعام للانس خبز، ولا طعام للجن عظم، ولا طعام لدواب الانس برسيم، ولا طعام لدواب الجن الروث، روث مثلا البقرة والغنم، تمام. ولابد من ثلاث مناديل، ثلاثة أحجار، ما يجزي حجر واحد، أقل شيء عندنا ثلاث مساحات، فهم الشيخ، يعني أخذ منديل الأول الثاني الثالث، أو إذا كان الحجر كبير، هذا حجر يستطيع يمسح من هنا مرة ومن هنا مرة ومن هنا مرة، لكن يمسح من هنا مرة ما يستطيع يمسح الثانية من هنا، مفهوم الشيخ، يأخذ ثلاثة أحجار. إذا انقطع الخارج، كيف انقطع الخارج؟ يعني إذا حصل النقاء، كيف يحصل النقاء؟ يقول يرجع المنديل، إذا رجع المنديل جاف ليس فيه أثر بول ولا غائط، هذا معناه حصلت إيش؟ الطهارة. إذا رجع المنديل والحجر فيه أثر بول أو غائط لابد يزيد. الحجر الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، إلى أن يرجع الحجر إيش؟ ليس فيه أثر، حصلت الطهارة. لكن يقول السنة أنه إذا انقطع على ستة أحجار مثلا، السنة أن يوتر، يجعلها كم؟ سبعة، يزيد السابعة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما زاد ما في شيء، لكن أهم شيء يحصل إيش؟ النقاء. ولا يجزي أقل من ثلاث مساحات، ثلاثة حجارة، ثلاثة مناديل، مفهوم؟ تمام؟ وأنتم مؤتمنين على الطهارة. لكن عندنا مشكلة كبيرة جدا، إحنا قلنا لابد إيش؟ من الطهارة، عندنا الوسواس، وساوس. الوساوس من من؟ ها؟ من من الوساوس؟ شيطان؟ وانت تعبد من؟ شيطان؟ تعبد الله؟ اللي يعبد الله لا يلتفت للوساوس، اللي يعبد الله لا يلتفت للوساوس، مفهوم يا أخي؟ قال والله أخاف كذا، وأنا ما صنعت كذا، ولعلي صنعت كذا، وعندي سلس بول، وعندي كذا. يقول هذا كله من فين؟ من الوسواس. اترك الوسواس، لأنك تعبد من؟ تعبد من؟
تعبد الله اترك الوساوس. جاء رجل لعالم من العلماء قال يا إمام إني أنغمس في اليم، أنغمس في البحر، أنغمس في برميل، يدخل بأكمل في البرميل وأخرج وأرى أن مني شيء لم يصبه الماء، ماذا علي؟ فهمتم السؤال؟ يعني يدخل المسبح ولا يدخل بركة ولا يدخل برميل بأكمله، وعندما يخرج يقول أرى أن مني جزء لم يصبه الماء، ماذا علي؟ قال له العالم قال أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك، مثلك لا أصلي، روح. قال لماذا تسقط عني الصلاة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث وأنت أحدهم، أنت مجنون ما تصلي. اللي يوسوس نقول له اختار واحد من اثنين، إما تترك وساوس أو إيش تكون مجنون ولا تصلي، رفع عنك القلم، إيش تختار؟ لابد يقول لابد اختار، كيف ما أصلي صح أترك الوساوس وارتاح، مفهوم يا أخي؟ أي نعم تمام. تدعو الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تنفث عن يسارك ثلاثا، إذا جاك الوسواس في الصلاة إيش تصنع؟ تستعيذ بالله وتنفث ثلاث مرات. أي نعم مفهوم تمام. طيب أنا أريد كل واحد منكم يعطيني فائدة واحدة من هذا الدرس، نبدأ بك يا الشيخ، ما في واحد وراك، أنت آخر واحد، لا تطالع وراك. نعم إيش نستعيذ بالله، هذا اللي استفدناه من الدرس، هذا آخر شيء جبت، ما هو مشكلة تمام. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائما صح؟ ها يا شيخ أنت طهارة من إيش؟ من النجاسة تمام. ها الحدث الأكبر يكون بالاغتسال والأصغر بالوضوء. ها يا أخي لا 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 الله يبارك فيك، يقول الطهارة عندنا للباطن وطهارة للظاهر. أنواع الماء كم قسم؟ طهور ونجس. النجس اللي تغير بنجاسة لون أو طعم أو ريح تمام. ها آداب قضاء الحاجة منها وجوب الاستنجاء والاستجمار بعد قضاء الحاجة، لكن يقول الآن أن ما تستعمل يدك إيش قلنا اليسرى، لكن ما تمس النجاسة تخفف أثر النجاسة بالرشاش، هذا هذا يقول الشيخ، يقول خفف أثر النجاسة بإيش؟ بالرشاش وبعدين استخدم يدك. نعم لا توزع شيء الآن يا أخي انتظر، هذا ما يحتاج ماء ولا شراب ولا شيء، العلم يكفيهم. نعم فوائد الأذكار، يقول الأذكار حصن. نعم لابد تحصن بالأذكار. نعم من ترك الوسواس، لأن الوساوس من من الشيطان، وإحنا نعبد الله ما نعبد الشيطان. نعم يقول هل يصح قضاء الحاجة قائما، البول قائما؟ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول يصح بشرطين، يصح أن تبول قائما بشرطين، الشرط الأول ألا تنكشف العورة، أن تأمن أن العورة ما تنكشف، الثاني أن تأمن أن الرشاش لا يرجع عليك، تقضي الحاجة بهذه الشرطين يصح. إذا كنت إذا بلت قائما أكرمكم الله ترى أن العورة ممكن تنكشف أو يرجع عليك الرشاش إيش يحرم البول قائما ما شاء الله. نعم الدخول بالرجل اليسرى والخروج باليمنى، ما ممنوع ذكر الله في الحمام تمام، ممكن يرد على الهاتف السلام عليكم ايش بيقول؟ ها عليكم السلام، قال متى تجي؟ قال ان شاء الله بعد العصر، اعوذ بالله في الحمام. نعم يا سلام. يقول نواقض الوضوء،
الخارج من السبيلين قلنا، وأكل لحم الجزور، وزوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر. وجوب الاستتار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تبول أمام الناس أكرمك الله، ها ما في حياء. ها يا الشيخ، الله أكبر. يقول إخلاص النية، أسأل الله يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وتجاهد نفسك يا رب يا رب تقبل، قبل تؤذن، ها قبل تؤذن، قبل تصلي بالناس، قبل تدرس، تستعن بالله، يقول يا رب عني، يا رب اجعل عملي خالص لوجهك، يا رب تقبل مني. صح، اي نعم، مكافأة، أقول يا رب اغفر لي، ها اللي كنت عليه ولا كذا ولا كذا. نعم، ها الشيخ، ايه الله أكبر. يقول الفقه ينقسم إلى قسمين: عبادات وإيش؟ ونبدأ بالعبادات لأن أشرف، وخلقت لتعبد الله. نعم، ارفع، والله ما أسمع، ها الخروج باليمنى والدخول باليسرى. دعاء، ما هو الدعاء؟ بسم الله، اللهم أن أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك. طيب، عندنا الكتاب، أخذتم كل واحد أخذ نسخة من الكتاب، فيه كتاب الطهارة. أترك الكتاب الآن يا شيخ، هذا يراقبنا دحين دقيقتين، ممكن؟ جزاك الله خير، الله يكرمك شيخ إبراهيم. يقول يا أخي أترك الكتاب الآن، معك الكتاب، افتح من أول الكتاب من الجلدة، خلاص لا تفتح الآن إذا ذهبت أنا، افتح من الجلدة واقرأ كتاب الطهارة وأنواع المياه وكذا والغسل والاغتسال وكذا، خذ الأسهل، لا تأخذ إيش الأصعب. وبعدين بعد ما تراجع خذ واحد من زملائك وراجع معه، قول يا شيخ اليوم تعال نراجع أنا وأنت هنا خمس دقائق، صح، راجع مع بعضكم البعض، احفظ كذا. وبعدين عندك اختبار، اختبار تحريري، أسئلة حلها وانتهى الموضوع. وهذولا مراقبين، ومن راقب الناس ما تهم، يراقبوكم والله لمصلحتك ليس لمصلحتهم هم. وأنا أعرف أنه كثير منهم محتسب لوجه الله، وعندنا يقولوا من حبك ايش دبك، اللي يحبك هو اللي يدبك يا علي، اللي يقول انت مقصر، انت مفرط، انت ظالم. ها شيخ ابراهيم يقول والله ظالم. ظالم انت ولا لا؟ متردد، شوف شوف متردد، شوف شيخ ابراهيم يقول انا ظالم، والله ظالم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت، صح أو لا؟ أبو بكر الصديق أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. من؟ أبو بكر، مبشر بالجنة، وأنت تقول لا ماني ظالم؟ ظالم ظالم، تمام، إذن كلنا، صح، وأنا أولكم أكثركم، أسأل الله يغفر لي وإياكم. تحلوا التمارين، وهذول يراقبوا على التصحيح الاختبارات، والله أخواننا من مصلحتكم. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. غدا إن شاء الله أنا أختبركم مرة ثانية هنا في الطهارة، طيب، اختبار شفوي، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ماذا أخذنا بالأمس؟ آه الشيخ، نعم، ها
كتاب الطهارة. نعم الشيخ. أي شيء أخذناه أمس؟ اللي بعدك اللي بعدك. أنت الشيخ؟ إيه نعم. ما حضرت؟ ليش؟ ها الشيخ. فضل إيش؟ يقول الأذكار لابد حافظ على الأذكار، خاصة أذكار الصباح والمساء، أذكار أدبار الصلوات المفروضة الخمس عند دخول الحمام، عند الخروج، عند دخول المسجد، صح، عند الخروج من البيت، إذا نزلت أي منزل. والله أخواننا أحسن من هذا التطعيم، اسمع، أحسن من تطعيم، أحسن من كل شيء. إذا نزلت منزل أحسن من الكمامة، أحسن من كل شيء. إذا نزلت منزل إيش تقول؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. النتيجة لا يضره شيء. شوف دعاء مختصر تقوله عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، أي منزل أي مكان، تنزل في كهف، في وادي، في بستان، في بيت، في مسجد، في طائرة، لو تنزل الطائرة في دولة، أو أنا ذحين نزلت بفضل الله إلى شرور المطار، قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال لا يضره شيء، شيء يشمل كل شيء، جن، إنس، كورونا، أمراض، حيات، أفاعي، كل شيء، حتى يرحل من منزل ذلك. كم تأخذ منك قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ ربع دقيقة ممكن. وشوف الثمرة بكم، مفهوم الشيخ؟ هذا لا يعني أنا أقول لا تأخذ تطعيم ولا كمامة، لا، هذا أفضل، مفهوم؟ لأن اللي يقول يأخذ التطعيم ممكن تجي كورونا، لكن إذا كان موقن متوكل على الله سبحانه وتعالى وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء. قال القرطبي رحمه الله وقد جربت ذلك، يقول أنا مجرب هذا الحديث، حتى إني دخلت إلى منزلي ذات يوم ولم أقل هذا الدعاء فلدغتني عقرب. جزاك الله خير. الطهارة قلنا تنقسم إلى قسمين، وهذا يا أخواننا جاكم في الأسئلة سهل. الطهارة يقول تنقسم إلى حدث أكبر أصغر، لا، قلنا الطهارة تنقسم إلى حسية ومعنوية، والمهم إيش؟ حسية ولا معنوية؟ جميعا مو مشكلة، لكن الأهم معنوية. إنسان مسجون مسلسل بالسلاسل ما يستطيع، قلنا تطهر من بولك، قال لا أستطيع، استقبل القبلة، قال لا أستطيع، قم، قال لا أستطيع، يسقط عن هذا كله، يصلي على حاله، صح، لكن يصلي هو مشرك؟ لا. إذن الهم إيش؟ معنوية. إنما المشركون نجس لا يقبل الله أي عبادة بالشرك. يا أخواننا قربوا علينا أنتم، تعالوا هنا، اللي ما يستطيع يجاوب إذا وجهت إليه السؤال أنا أكمل الإجابة، لا تخاف يا شيخ، لا تخاف إلا من الله. قربوا أنتم هذا الصف، تعالوا عندي هنا، أنتم الصف الثاني، تعالوا هنا يا شيخ، تعال. نعم يا أخي، وأنت ليش بعيد عنا اليوم؟ أي أنت، تعال بحصل لك مكان، تعال عندي هنا، تعال عندي، الله هداك، تعال هنا. ايش المشكله؟ لازم تتكي؟ ما يتكي الا في لحيته الشيب، هو اللي يتكي. نعم ايش اخذنا يا شيخ؟ عنده بعدين يجي اللي بعده. يا اخي ما حضرت، ما قالوا لك الاخوان ايش اخذوا امس؟ الطهاره. اي نعم، نعم يا اخي. نعم، افضل وظيفه. من يقول هذا الكلام؟ من يقول ان افضل وظيفه هي الامام المؤذن؟ كلام الله سبحانه وتعالى، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. وقلنا غير نيتك وقل يا رب يا رب يا رب تقبل مني، يا رب اجعلها خالصه لوجهك يا كريم، مفهوم؟
أي نعم، والله يعلمك الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. تمام. الماء عندنا قلنا قسمين مو ثلاث أقسام، طهور ونجس. وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة واجب، إما أن تبعد أو خلف شجرة أو تدخل دورة المياه تغلق الباب. صفة الاستنجاء والاستجمار، قلنا استنجاء استعمال الماء، والاستجمار استعمال الحجارة والمناديل، وقلنا لابد أن تكون طاهرة لا نجسة ولا تكون محترمة، صحيح؟ مثل أوراق المصحف أو الكتب العلمية، نعم، ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار وكذا. دعاء والدخول بالرجل اليسرى وخروج باليمنى عكس المسجد ومنزل. آداب قضاء الحاجة. الشيخ هناك، نعم، ايش ما علموك الاخوان؟ ما اعطوك كتاب؟ ها الشيخ، ها يا اخي، الوسوسة اشبهها. وقلنا ايش الصحيح؟ تعبد الشيطان او تعبد الرحمن؟ تعبد الله وتترك الوساوس. ها يا اخي ارفع لي صوتك. اي انت، نعم 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 الشيخ ابو عقال. ايش هي؟ نعم، حدث ايش؟ اكبر ولا اصغر؟ نواقض الوضوء ايش هي؟ لا 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 لا، مو صحيح. واحده واحده، خليك معي، شوف انتبه معي. من عليه حدث اصغر، يعني ايش؟ وضوء، ما يوجب الوضوء او نواقض الوضوء، ما هي؟ يا شيخ لا تتكلم، الله هداك. الخارج من السبيلين مطلقا، وأكل لحم الإبل، وزوال العقل بنوع أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر. تمام. وقلنا موجبات الغسل أمس، من يعرف موجبات الغسل؟ متى يجب الاغتسال؟ إسلام الكافر وموت غير الشهيد، والمرأة إذا طهرت من حيض أو نفاس، وخروج المني من نائم مستيقظ أو الجماع. ستة صح؟ أنت اثنين بالله أرفع أرجلكم. أي ممنوع مد الأرجل. جبريل عليه السلام في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كيف جلس؟ جبريل كيف جلس؟ ها؟ أي نعم، وجلس جلسة المتعلم المتأدب، ظهر عليه أثر العلم، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم معلم، مع أنه في الحقيقة جاء في صورة إيش؟ متعلم طالب علم، لكن قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه معلم، ظهر عليه أثر طلب العلم. هاي الشيخ وين وصلنا؟ هنا. أيوة، الله يفتح عليك ما شاء الله. يقول لا تصح العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ندرس التوحيد؟ حتى نحقق إخلاص. لماذا ندرس الفقه؟ حتى نحقق الاتباع. تمام ما شاء الله. طلاق، وجاب الطلاق عندنا في الكتاب. اي نعم، في سنة وبدعي، لكن ايش وداكم للطلاق يا رجل؟ احنا دوبنا هنا، قلنا لسه احنا في العبادات. طيب تمام، نعم، لا احد يفتي في الطلاق. اسمع نصيحة، نصيحة لوجه الله، وتعميم حتى من وزارة الشؤون الإسلامية ومن مفتي المملكة. تعرف الشيخ الفوزان؟ تعرفوه؟ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، عندما يسأل في نور على الدرب عن الطلاق ما يفتي. صالح الفوزان حفظه الله، الشيخ صالح الفوزان عندما يسأل عن الطلاق في نور على الدرب ما يفتي. ليش؟ لأنه ممنوع الفتوى في الطلاق، حتى يرفع إلى الإفتاء، يأتي الزوج والزوجة والولي
إلى المفتي ويحقق ماذا قلت لها؟ قال قلت لها كذا. وسمعت هذا الكلام؟ قال نعم. في طهر أو في حيض، ويسجل كل شيء ثم تصدر فتوى، مفهوم؟ وبعدين يورطك بعض الناس، قال والله فلان افتاني، إمام المسجد افتاني. لا، وفي الآن موقع مباشر واتصال مباشر لإفتاء الطلاق وغيره، مفهوم؟ وممكن تحللها له وتكون هي حرام، صح؟ لا تدخل نفسك في المتاهات، مفهوم؟ والفتوى. طيب الشيخ، نعم، شهادة، أي شهادة؟ شهادة الإخلاص. يقول معنى الشهادة، تقوم الشهادة على ركنين: نفي وإثبات، كفر وإيمان. لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا، عبادة لله وحده لا شريك له، ما شاء الله. نعم، الأصل أن الطهارة تكون بالماء، والفرع التراب وهو التيمم. وصفة التيمم، أمس أخذنا صفة الاغتسال، قلنا الاغتسال ينوي بقلبه، يعمم جميع الماء جميع البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار. صفة التيمم سهل جدا، ينوي بقلبه بسم الله، يضرب ضربة على الأرض، تراب، طين، رمل، حصى، صخر، ما في إشكال. أما موكيت، خشب، سيراميك، لا، مفهوم الشيخ؟ تمام، ضربة واحدة، ثم يمسح الوجه وظاهر اليمنى وظاهر اليسرى. من يعيد التيمم؟ ينوي بقلبي، بسم الله، ضربة واحدة على تراب أو طين أو حصى أو رمل أو صخر، ويمسح الوجه ظاهر اليمنى وظاهر اليسرى، والحمد لله رب العالمين. متى يتيمم؟ عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء، برد شديد أو مرض، مفهوم؟ يصح أن يبول قائما بالشرطين: أن يأمن لا تنكشف العورة، ويأمن لا يرتد عليه رشاش البول. لا يمكن أن يقضي الحاجة في أماكن يؤذي بها الناس ولو كانوا كفار ولو كانوا أهل بدع. تمام، وجوب ستر العورة، التطهر بآنية الذهب والفضة، هذا جاءكم في الكتاب، ما ذكرناه أمس، ما يتطهر بآنية الذهب والفضة. نعم، ارفع لي صوتك الشيخ. الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا نية لغير الله. ايش في غششك هذا؟ الله هداك يا الشيخ. نعم، ها يا الشيخ، آداب قضاء الحاج. النية ما حلها القلب والتلفظ بها بدعة ضلالة. ها، ما أسمع. الماء نوعان: طهور ونجس. مراتب الدين ثلاثة: الإسلام، وأعلى من الإسلام الإيمان، وأعلى من الإيمان الإحسان. وأركان الإسلام أمس أخذنا خمسة، وأركان الإيمان ستة، والإحسان ركن واحد. إخلاص النية لله سبحانه، أسأل الله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم الإخلاص. بني، قلنا الإسلام على خمس أعمدة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسوله، وقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم عندنا درس سهل جدا، وهو الصلاة. والصلاة قال: وعموده الصلاة، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، الأعمدة التي يقوم عليها البناء الصلاة، ومن تركها فقد كفر. تمام، وذروة سنام الجهاد في سبيل الله. طيب، الصلاة لابد نعرف في الصلاة أمور: شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مبطلات الصلاة. مهم جدا والله، اسمع، لو تحفظ شروط الصلاة، أركان الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، مبطلات الصلاة، تستطيع بإذن الله تعرف صلاة أي إنسان صحيحة أو باطلة. بماذا؟ معرفة الشروط والأركان والواجبات والمبطلات.
السنن سهلة تأتي إن شاء الله، مفهوم؟ تمام. إذا نبدأ في الصلاة بإيش؟ الشروط. إيش الشروط؟ الشروط قبل تدخل في الصلاة، والأركان داخل الصلاة، مفهوم؟ إذا ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط قبل الصلاة. الوضوء داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ إذا شرط. قراءة الفاتح خارج الصلاة ولا داخل الصلاة؟ ركن، مفهوم؟ واحفظها وتسهل عليك. فهمت الشيخ الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط خارج والركن داخل. تمام، هذا فرق. بعدين نأخذ فروق أخرى، مفهوم يا أخي؟ تمام. ما هي شروط الصلاة؟ إيش تصنع قبل تصلي؟ يا سلام، انتظر. هذا اثنين يقولوا عندنا شروط في كل العبادات، احفظها. عندنا شروط في كل العبادات ما تختل أبدا. يقول أي عبادة تسأل عنها تقول شروط الصلاة، شروط الوضوء، شروط الصيام، شروط الحج، شروط الزكاة، شروط الجهاد، شروط الذبح، شروط النذر. أي عبادة مجرد ما تسأل قل الإسلام والعقل والتمييز والنية، مفهوم؟ هذه الأربعة في كل العبادات، إسلام وعقل وتمييز ونية، إلا في الزكاة والحج قد يتغير شرط واحد، أما الإسلام هذا في كل عبادة، مفهوم؟ طيب، إذن أول شرط من شروط الصلاة إيش؟ الإسلام، وضده الكفر. فلو صلى الكافر صلاته صحيحة أو باطلة؟ ها؟ باطلة. تمام الشيخ. لو صلى من يسب الرب صلاته صحيحة؟ ها؟ لا، حتى يتوب. لو صلى من يسجد للصنم صلاته صحيحة؟ لا، حتى يتوب. لو صلى من يطوف حول القبور صلاته صحيحة؟ إذن أهم شيء عندنا التوحيد، ولهذا قلنا أنه إنسان مقيد بالسلاسل، ما يستطيع لا يستقبل القبلة ولا يتطهر من بوله ولا 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 يصنع، يصلي على حاله صح؟ اي نعم. ولكن لو صلى وهو مشرك صلاته باطلة. إذن أهم شرط الإسلام. الشرط الثاني أنا قلت أربع شروط، العقل، ما شاء الله. إذن أنت تجاوبني الآن، لو صلى المجنون، طب لو صلى السكران، سكران مو مجنون يا رجل، انتبه للسؤال يا أخي، سكران سكران مو مجنون، اصبر، يتصح صلاته ولا السكران؟ يعني ما يصلي السكران؟ ايه، يقول لا يصلي، يترك الخمر ويصلي، لأن بعض الناس يفتي قال خلاص تشرب خمر ما عليك صلاة. قال جزاك الله خير، بارك الله فيك وفي أمثالك، خمر على طول ولا صلاة. لا، يقول لا تشرب خمر وتصلي، مفهوم يا أخي؟ أيهما أفضل؟ السؤال لك أنت، السكران أو المجنون أيهما أفضل؟ أعوذ بالله، يقول السكران أفضل من المجنون، هذا كلام باطل. المجنون مريض معذور صح، أما السكران معذور؟ السكران والله البهيمة أفضل منه. والله يا أخواننا عرض الخمر على بعض الحيوانات أكرمكم الله وأبى أن يشرب منه. الخمر، ما هي الخمر؟ ما هي الخمر؟ أم الخبائث، أم الخبائث، يعني لو جمع كل الخبائث تولد من من؟ من الأم. من الأم؟ خمر. الخمر أم الخبائث. تعرف إيش يعني أم الخبائث؟ يعني لو جمع أكرمك الله البول والغائط والمخدرات والحشيش والأفيون وكذا، أعلى منها إيش؟ خمر. خمر أم الخبائث، مفهوم يا أخي؟ أيهما أفضل؟ مجنون معذور، أما هذا غير معذور، هذا مفهوم؟ ولو قال لك السكران
تقول لي يا أخي اتق الله مسلم تشرب خمر؟ قال لو شاء الله ما شربت الخمر، أمر كتبه الله، ماذا أصنع؟ مفهوم يا أخي؟ بعض الناس بيقول هذا، تقول لي يا أخي اتق الله كيف مسلم تشرب خمر؟ قال ادعي لي وهذا أمر كتبه الله عليه، لو شاء الله ما شرب الخمر، مفهوم؟ ايش تصنع مع هذا؟ من يعرف؟ لا تكلم يا أستاذ، انتبه. ها، تضربه حتى يغمى عليه، مفهوم؟ فهمت الشيخ؟ خذ العقال واعطيه حتى يغمى عليه، مفهوم؟ فإذا أفاق من الإغماء وقال ليش تضربني؟ قل كتب الله، كتب الله أضربك، ماذا أصنع؟ اقتنع اتركه، إذا لم يقتنع اعطيه ثانية، مفهوم؟ لا تضرب أحد. أنا أقول هذا الكلام حتى تفهم، إنسان يختار طريق إيش؟ الخير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، مفهوم؟ أو خذ فلوس من جيبي وقطعها، ليش؟ قل كتب الله، إيش أصنع؟ رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأمر عمر رضي الله عنه حدا أن تقطع يده، قال يا أمير المؤمنين أتلومني على شيء كتبه الله؟ إنما سرق بقضاء الله. يقول كيف تلومني على هذا؟ أمر كتبه الله. وقال له عمر أتلومني على شيء كتبه الله؟ كتب الله أن نقطع يدك، ماذا نصنع؟ أجابه بنفسه الحجة، مفهوم يا الشيخ؟ إذن أيهما أفضل؟ مريض، مجنون، معذور؟ نعم، الأول الإسلام والثاني العقل، الثالث لا، تمييز. ما هو التمييز؟ من يقول التمييز؟ التمييز يا شيخ، هذا يمكن ما أفطر اللي يقول التمييز، أتكلم. التمييز ليس البلوغ، التمييز هو التفريق بين الأشياء، تقول له قم يقوم، اجلس اجلس، يعرف أن هذا ماء هذا نار. فهل تصح صلاة الصغير أو لا؟ من يعرف؟ ها، لا لا، أنت ما تصح مفتي، إيش تصح؟ خطأ. صلاة الصغير تصح أو لا؟ لا تكلم الشيخ، خطأ، تصح خطأ، لا تصح خطأ. الله يبارك فيك، يا عم يقول إذا كان يميز يفرق بين الأشياء، يعرف القيام القعود هذا ماء هذا نار، إذا يميز صلاته صحيحة، غير مميز صلاته باطلة، ما شاء الله. ممكن ابن 4 سنين أحيانا يكون مميز، صح؟ تمام. إذن الإسلام والعقل والتمييز، الرابع النية، وهي أن يقول اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم الاثنين الموافق للثامن عشر من شهر محرم 1444 هجرية مصليا بدولة المملكة العربية السعودية حرسها الله في مدينة شرورة في مسجد الأبوين الساعة 10:13 بتوقيت مكة المكرمة، مصليا ركعتين لله تعالى عز وجل، أقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص، وبجانب عن اليمين اسمك الشيخ أسامع اليمين، وعن يساري صالح، أسأل الله يصلح لنا الأعمال. الله أكبر. يقول ممكن الإمام سلم، ما الدليل؟ إن شاء الله هذول عندهم جوائز. ما الدليل إنه لا تلفظ بالنية في الصلاة؟ أريد دليل. إذا قلنا دليل يعني قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام أنه لا تلفظ بالنية في الصلاة، دليل خاص. لا هذول حقنا، ها أبغى دليل، هذا عدم الدليل يا أخي، دليل خاص بالصلاة، هذا كلام العلماء، تلفظ بها بدعة. لا هذا عام، أريد دليل خاص في الصلاة. ما شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم المسيء في صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فكبر،
ما قال قل اللهم إن نويت أن أصلي في هذا اليوم الاثنين الموافق للثامن عشر من شهر محرم، مفهوم؟ هذا دليل. الله يبارك، بعد الدرس راجعنا إن شاء الله بنعطيك جائزة، حتى لو جائزة بسيطة اقبلها. نعم، لا تكن، قلنا أمس عندنا ضابط للأئمة المؤذنين، ما هو؟ إن أعطي رضي وإن لم يعطى. شوف يضحك خلاص، يعني ما تريد شيء، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. لا بيعطوك، علي الشيخ علي هذا تعطوه جائزة يحسن السكوت عليه، حتى لو قلم أحمر مو مشكلة يصحح فيه مثلا. هذا الشيخ، هذا ثاني واحد بعد أبو عقال، سجل اسمه، جزاك الله خير. طيب، الإسلام والعقل والتمييز والنية، ثم يا شيخ بعده، الإسلام والعقل والتمييز والنية والطهارة، إيش؟ رفع الحدث الأكبر والأصغر، فلو صلوا عليه حدث أكبر بدون اغتسال صلاته باطلة، لو صلوا عليه حدث أصغر دون وضوء صلاته باطلة، وإزالة النجاسة، رفع الحدث أكبر وأصغر، وإزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء قلنا أمس، البدن والبقعة والثوب، فلو صلوا على ثوب نجاسة أو على بدن نجاسة أو في مكان نجس وهو عالم بوجود النجاسة وقادر على إزالته فالصلاة باطلة. لكن الشيخ أسامة مشي حاله، صلى بالناس، إمام ما شاء الله الشيخ أسامة، صلى بالناس وبعد الصلاة اكتشف أن على ثوب نجاسة، الصلاة صحيحة، مفهوم؟ لكن صلى وهو عالم بوجود النجاسة وقادر على إزالتها فالصلاة باطلة. وهو يصلي الشيخ أسامة نظر، وإذا على الشماغ أو على الغترة إيش؟ نجاسة، إيش يصنع؟ وهو يصلي حركة، يصح أن يتحرك، حركة واجبة، هذه يزيل الغترة. تمام، إذن الإسلام والعقل والتمييز والنية ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة، وأحسن منه قل أخذ الزينة في الصلاة، أخذ إيش؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما معنى أخذ الزينة؟ أخذ الزينة يعني لابد أن إيش؟ يتجمل في الصلاة، يلبس أحسن الثياب. عندنا العورة، والله أنت خطير هناك، تعال تعال عندي، إي الله يرحم والدك، أبغى أشوفك جنبي، تعال الله يكلمك هم، طيب تعال عندي، تعال تعال عندي، تعال الله يرحم والدك، تعال جزاك الله خير. شوف الناس تؤمن الآن، أنا أدعو لك ويؤمنهم، تعال هم. تعال الله يزوجك، تكفينا متزوجين واحدة، الحمد لله، الله يغنيك يا رب، تكي. طيب ايش قلنا؟ ستر العورة وأخذ الزينة في الصلاة، لا بد من أخذ الزينة في الصلاة. والعورة عندنا ثلاث عورات، عورة مغلظة ومخففة ومتوسطة، عورة مغلظة مخففة متوسطة. العورة المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة، تستر جميع البدن إلا وجهها، عند الأجانب تغطي حتى الوجه، تمام. العورة المخففة ابن 7 سنين 10 سنين يستر الفرجان وصلاته صحيحة. ما عدا المغلظة والمخففة عورة متوسطة، يستر من السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة. الآن عندما تروح للعمرة تلبس إزار ورداء، صح؟ الإزار أسفل والرداء فوق، لا تصلي مكشوف الكتفين، مفهوم؟ تغطي الكتفين وتصلي. وعندما تطوف الآن يسنش الاطباع، تكشف كتفك الأيمن، لكن عند الصلاة تغطي، طيب؟ استحبابا، تمام. ستر العورة واستقبال القبلة، لابد تستقبل القبلة، صح ولا لا؟ ها يا الشيخ أبو عقال، استقبل القبلة في الفريضة أو في النافلة؟ ها؟ في الفريضة أو في النافلة، في الحضر أو في السفر؟ في الحضر، وفي السفر ما استقبل القبلة، في الطائرة. يقول لابد من استقبال القبلة، اسمع معي، في الحضر وفي السفر وفي الفريضة وفي النافلة، إلا أن النافلة في السفر يصح أن تصلى على الدابة والراحلة والسيارة والطائرة والباخرة حيث توجهت بها، النافلة فقط. أما الفريضة حتى لو في الطائرة استقبل القبلة وكبر الله أكبر، مفهوم؟ تمام، من وين أنت؟
الأخ مسافر نجران، وطريق نجران قبلة ولا ما هو قبلة؟ وانت رايح من شرولة لنجران جهة القبلة؟ ها؟ طب اعكس، من نجران إلى شرورة، ماشي من نجران إلى شرورة، هو في السيارة الكامري، الله أكبر، يصلي، صلاته صحيحة أو باطلة؟ أعيد السؤال. أصبر يا الشيخ لا تستعجل، قلنا ما يصلح تفتوا أنتم، أصبر يا أبوي أصبر، لا تستعجل الشيخ الله يهديك. إيه صلي في الموتر كامري يا أبوي، معه كامري وش يسوي؟ أصبر يا شيخ، هذا الشيخ جاي من نجران إلى شرورة، الله أكبر، يصلي وهو في الكامري يسوق، يصلي الله أكبر، مستقبل القبلة لا، ويصلي جالس، صلاته صحيحة أو باطلة؟ باطلة خطأ، صحيحة خطأ. إذا كانت نافلة فهي صحيحة، فريضة باطلة إلا إذا كان لا يقدر على استقبال القبلة، مفهوم؟ تمام. إذا قلنا هذا في السفر فقط، أما الأخ هذا من شرورة ما شاء الله يصلي هنا بالجماعة ويخرج الله أكبر، إيش هذا؟ قال والله صلاة السنة أصليها، مسافر قال لا أنا من هالشرورة، لا، الفريضة والنافلة في الحضر لابد فيها من استقبال القبلة، مفهوم؟ يعني وانت على الموتر تقدر تصلي ما شاء الله وتنحني قليل عند الركوع وأكثر عند السجود، وما في إشكال، تنظر وتدق غماز ولا عندك أي مشكلة. طيب، ويستغل وقتك. المشكلة عندنا، والله المشكلة يا شيخ أسامة، أن أوقات تضيع، يوم فاضي إيش يسوي؟ يأكل، صح؟ يروح يدور أي حاجة يأكلها، صحيح؟ زبيب، فصفص، صح؟ دخان، أعوذ بالله. المهم، صحيح؟ أو يشغل أو يفتح يوتيوب وكذا، ليش؟ ليش؟ ما خلقت لهذا. فإذا فرغت إيش فانصب؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، كلام ممنوع يا أخوانا، نسحبكم هنا مع الشيخ. فإذا فرغت فانصب، يعني تنصب في العباد، والله لو تصنع هذا ترتاح، صح؟ ها؟ والله ترتاح. جرب جرب يوم واحد، ما تقدر وانت ماشي في الطريق الشيخ إلى نجران ولا إلى كذا، الله أكبر، جرب صلي. طيب، تمام، أحسن من الفصفص، وقف، إيش عندك مشكلة؟ نعم، الإسلام والعقل والتمييز والنية وستر العورة وإزالة النجاسة ورفع الحدث واستقبال القبلة وإيش ودخول الوقت، مهم، خاصة أنتم أئمة مؤذنين، دخول الوقت، لا تصلي قبل الوقت، ويحرم إخراج الصلاة عن وقتها. تمام، هذه الشروط، جبنا الشروط الآن الحمد لله. الآن إيش نبغى نسوي؟ صلي. تمام، أركان الصلاة 14، من يعدها كامل؟ شوف، اسمع 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 اسمع، ما يصلح هذا الكلام. أركان الصلاة يقول اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، السجود أعضاء السبعة، وقراءة الفاتحة، والجلسة بين هذا يقول روح الشيخ ما تحفظ أنت، هذا ما يرتب الصلاة، رتب العلم، إذا دخل العلم مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب، أما يدخل مشوش ما يخرج، مفهوم؟ يقول التشهد، يقول الفاتحة، ما يصلح هذا الكلام، نبغى مرتب. بسم الله، قيام مع القدرة أول شيء قبل تكبيرة الإحرام. أصبر، القيام مع القدرة في الفريضة أو في النافلة؟ في الفريضة، أما النافلة يصح أن يصلي جالسا لكن يأخذ نصف أجر القائم، ويصح أن يصلي على جنب. هذا الشيخ يتوضأ قبل النوم ويجعل الفراش على الشق الأيمن، يعني هذه القبلة صح، الرأس هنا يمين والرجل هنا يسار،
وعلى الشق الأيمن مستقبل القبلة. الله أكبر، سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى. يصح يصح أو لا؟ يصلي الوتر يصح يصح. وقال وأنا نائم ممكن أصلي 11 ركعة، لكن وأنا قائم ممكن ما أصلي. نقول صلي وانت نائم، مش مو نائم نائم، لا مضجع. تمام، ما شاء الله، فقهاء ما شاء الله تبارك الله. القيام مع القدرة. وتعرفوا عندكم بعض المسلمين في المساجد يمشي ما شاء الله، وتوقف معاه بعد الصلاة عند باب المسجد يوقف نص ساعة معك، ويوم يجي يصلي على الكرسي يظن أن الصلاة على الكرسي إيش جائزة. لا، نقول له لابد تقوم. قيام مع القدرة ركن. قال يجيني ألم، نقول متى جاء الألم؟ اجلس. قال ما أستطيع إلا ربع دقيقة، نقول ربع دقيقة تقوم، وإذا جاء الألم اجلس، زال الألم تقوم. مفهوم؟ إلا النافلة صلي جالس ما عندك إشكال. إذن القيام مع القدرة. كيف نعرف القدرة؟ عدم القدرة أنه ما يستطيع القيام بالكلية، الله عافيني وياكم مشلول مثلا، أو يستطيع على البعض دون البعض يقوم في الفريضة لا النافل. القيام مع القدرة. تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، هذا في الفريضة. مفهوم معي يا أستاذ؟ لابد. أن بعض يجي مستعجل الله أكبر وهو منحني للركوع، لا وهو قائم لابد تكبيرة الإحرام. طيب، القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة، هذا اللي ينبه على الإخوان هنا. أهم سورة صححها سورة إيش؟ فاتحة. صحح قراءتها، لأن لو خطأ في الفاتحة، بعض الأخطاء في الفاتحة تجعل الفاتحة تجعل الصلاة باطلة. مفهوم؟ نعم. اصبر يا الشيخ ما جينا دعا الاستفتاح للآن. ايش تقول الثالث؟ ايش الفاتحة؟ قراءة الفاتحة. اصبر يا شيخ ما عليش، اصبر اصبر، خلي الفتوى بعد الدرس بعد الدرس. ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه. اصبر يا شيخ، قراءة الفاتحة في الفريضة او في النافلة؟ من يعرف قراءة الفاتحة ركن في الفريضة او في النافلة؟ ايش يا شيخ؟ انتبه معي، أنا أريد تنتبهوا معي. يقول قراءة الفاتحة في الفريضة أو في النافلة، إيش تقول؟ في الفريضة أو في النافلة. تمام. هذا الآن هذا الشيخ يقول أنا إذا لم أصلي النافلة علي شيء؟ لا، سنة، نقول نحث على هذا. قال إذا لم أصلي النافلة علي شيء؟ لا، أنا أصلي النافلة بدون أقرأ فاتحة، إذا لم أصلي النافلة ما علي شيء، فأريد أصلي بدون قراءة فاتحة، إيش رأيكم يا شيخ؟ فهمت أو لا يا شيخ؟ اسمع، هو يقول أنا إذا لم أصلي النافلة ليس علي شيء. نعم، أنا يستحب لي أن أصلي، لكن أريد أصلي النافلة بدون فاتحة. أنا لو أترك الصلاة كلها السنة ليس علي شيء، فأصلي بدون فاتحة، إيش رأيك يا أخي؟ لو ما صلى كاملة السنة ما عليه شيء، وإذا صلى بدون فاتحة صلاته باطلة؟ ليش؟ يقول إما تصلي صلاة صحيحة السنة أو لا تصلي السنة، أما الفريضة لابد تصلي، صح؟ مو تصلي على كيفك. ولهذا الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة خطأ، قال إقام الصلاة. نعم، إيش قلنا؟ قراءة الفاتحة لابد تقرأ في كل ركعة، ولا تسقط الفاتحة بحال من الأحوال إلا إذا أدرك المأموم، أي إذا أدرك المأموم الإمام راكعا يقول الله أكبر يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام في الركوع، تسقط عنه الفاتحة في هذه الحالة بقول النبي عليه الصلاة والسلام. يلا هات. والركوع والرفع منه. يا خسبر أنت. لا هذا هذا معك. هالحالة اتركه، انت محامي؟ لا ما اتركه يا شيخ. نعم يا شيخ قول. الرافع من الركوع الاعتدال. لا هو خلاص، اسمع يا شيخ اتركهم انت. الركوع والرفع، والرفع منه والسجود على اعضاء السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة. لابد يطمئن، ما ينقر الصلاة نقر، خاصة الأئمة لابد يطمئن، يعني يقول الذكر الواجب في كل ركن من الأركان. والترتيب والموالاة. والترتيب
والترتيب لابد يرتب الأركان، والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية والتسليمتان، هذه كم؟ 14. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا عند الأركان، قلنا 14 ركن. طيب، واجبات الصلاة، ها، من يذكر لي واجبات الصلاة؟ أنت آخر واحد. واجبات الصلاة تعرف؟ هاشق كذا، ارفع صوتك. لا، ما كم واجبات الصلاة؟ ثمانية. هذا علم. أركان الصلاة 14، شروط الصلاة 9، كذا علم لازم تحفظ. بسم الله، جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، واجبات الصلاة جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود، صح؟ تمام، جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع، لابد بهذا اللفظ، لابد تقول سبحان ربي العظيم مرة واحد، ثم تزيد لا إشكال، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، مفهوم؟ لازم بهذا اللفظ تقول سبحان ربي العظيم مرة واحد، ثم تزيد سبحان ربي العظيم وبحمده، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لازم يقول وجوبا مرة تقول إيش؟ سبحان ربي العظيم. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للجميع، إمام ومنفرد ومأموم، وقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وجوبا في السجود، ثم يزيد بما ورد سنة، وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول، يعني قراءة التشهد الأول، التحيات لله والصلوات والطيبات، والجلوس له، كم هذه؟ تعدها، يلا، جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، سمع الله لمن حمده إمام منفرد، ربنا ولك الحمد للجميع، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، التشهد الأول والجلوس له. من يأخذ السؤال؟ بسم الله. يقول في صلاة الفجر التشهد واجب ولا ركن ولا سنة؟ أنا لا أدري، أنا أسألك، صلاة الفجر التشهد، حكم التشهد في صلاة الفجر، لأنه هذا أول يعتبر، هذا يقول عندي تشهد أول، هل هو واجب ولا ركن ولا سنة ولا مستحب ولا إيش؟ ركن، نعم ركن طبعا التشهد. طيب، الصلاة الإبراهيمية، ما حكم الصلاة الإبراهيمية؟ اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، تمام. يقول في التشهد الأخير ركن، ركن تبطل الصلاة بترك الصلاة الإبراهيمية، وهذا فيه أن الوهابية يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، من يقال عنهم أنهم وهابية جعلوا الصلاة الإبراهيمية إيش؟ ركن. إذا ترد على من يسب الوهابية ويتكلم عليهم، تقول الوهابية يحب النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الصلاة الإبراهيمية في التشهد ركن، مفهوم؟ وبعض الناس، بعض العلماء يجعل الصلاة الإبراهيمية إيش؟ واجب أو سنة، مفهوم؟ تمام. إذا في التشهد الأول سنة، في التشهد الأخير ركن الصلاة الإبراهيمية، تمام؟ تمام. مبطلات الصلاة، أهم شيء مبطلات الصلاة، نعم، اللي ما يعرف مبطلات الصلاة قد تكون صلاته باطلة وهو ما يدري. بسم الله، الكلام العمد مع العلم والذكر، تكلم متعمدا عالما تحريم الكلام في الصلاة ذاكرا لا ناسيا، فالصلاة باطلة، مفهوم؟
الكلام العمد مع العلم والذكر، تكلم متعمدا عالما تحريم الكلام في الصلاة ذاكرا لا ناسيا، الصلاة باطلة. مفهوم؟ يعني هو يصلي طلع الايفون، انا في الصلاة، اتصل بعد الصلاة، الصلاة باطلة. مفهوم؟ طيب، لكن تكلم لمصلحة الصلاة، يعني هذا الإمام وأسامة خلف الإمام، والإمام ما يدري يقوم ولا يجلس ولا يركع ولا يسجد، فهذا يكلم بأدنى كلمة حتى يفهم ويعطي كلمة من القرآن أفضل. قالوا يبغى يسجد، قال فاسجد، وهذا فهم. مفهوم؟ طيب، يصح الكلام هنا. طيب، الكلام العمد مع العلم والذكر، الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، حركة كثيرة متوالية متتابعة عرفا، يعني تنظر إليه تظن غير مصلي من كثرة ما يتحرك في الصلاة، يطلع الجوال ويفتح الواتس أب وممكن يرسل رسالة أنا في الدرس، صح؟ صلاته باطل، حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة. الأكل والشرب والضحك، حاط السندويشت هنا والبيبسي هنا، ها، ويضرب الضحك، تمام. الالتفات الكثير عن القبلة، هذا القبلة يلتفت هنا ويلتفت هنا، وخاصة الإمام أحيانا عندما يسلم، بعض الناس ما يسلم برأسه، يسلم بمنكبيه كذا، يسلم خطأ، هذا سلم برأسك فقط، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وما في عندنا كذا السلام عليكم أو يضرب بيديه، مفهوم؟ أو هذا لليمين وهذا لليسار، هذا كله بدع. الالتفات الكثير عن القبلة انتقاض الطهارة، انتقاض الطهارة، وما أنت بأول سائر غره قمره، كل الناس يخرج منهم ريح، إمام خرج منك ريح، إيش تصنع؟ لا لا لا، ما يصلح، فقيه أسامة، لا، إيه، شوف شوف، مجرد ما يبغى يخرج وخرج منه ريح، بس حتى الجماعة لا يتكلموا عليه، الشيخ أسامة هذا إمام المسجد يسوي كذا ويسحب إمام يقدم، مفهوم؟ إيه، ما في إشكال. طيب، لكن يكمل الصلاة؟ لا، لكن يوسوس؟ لا. الشيخ أسامة الله أكبر يصلي بالجماعة، سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك تعالى شئتك، جاء الشيطان الأسلام قال الشيخ أسامة، قال نعم، قال متوضي؟ قال والله ما أدري. قال إيش راك الراجع؟ قال نراجع. قال كنا في الدرس، وبعدين؟ وطول الشيخ، وبعدين؟ قال وبعدين خرجنا، وبعدين دخلنا المسجد، الحمام، قال والله ما أدري. صح، صحيح ولا ها؟ هذا اللي يحصل مع أكثر الناس. أنت يا أسامة عندما قال أسامة الله أكبر كبر على إيش؟ على يقين أنه متوضي، لو خرج من الصلاة آثم، مفهوم؟ مفهوم يا إمام؟ ما تخرج إلا بيقين 100%، لو جاءت وساوس لا تخرج يقين 100%، بطن أسامة تقرقر، يقول لها قرقري أو لا تقرقري، مفهوم؟ والله ما أخرج من الصلاة، لو خرج آثم. طيب، مفهوم الشيخ؟ طيب، نعيد مرة أخرى، انتقاض الطهارة، ها؟ لا لا لا، وانكشاف العورة، كذا انتهينا من انكشاف العورة. متى يكون؟ في الغالب يكون في الحج والعمرة، عندما تلبس الإزار والرداء، تشد الإزار قبل أن تدخل في الصلاة، مفهوم؟ من السرة إلى الركبة، خاصة عندنا من يصلي في البنطال، عندما يركع ويسجد إذا انكشفت العورة جاهل ناسي متعمد الصلاة باطل، مفهوم؟ تقول له احتاط قبل الصلاة لا تنكشف العورة، خلاص هذه مبطلات الصلاة. 8، من يعيدها علي؟ من يعيد مبطلات الصلاة؟ ها الشيخ،
أنا الآن ساعدتك اللي جنبك اللي على يسارك هذا. الأول الكلام العمد مع العلم والذكر والحركة الكثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، الانحراف الكثير عن القبلة، الأكل، الشرب، الضحك، انتقاض الطهارة، انكشاف العورة، هذه ثمانية. هذه إيش؟ غير هذا سنن الصلاة، دعاء الاستفتاح سنة، الزيادة على قول سبحان ربي العظيم في الركوع سنة، الزيادة على سبحان ربي على سنة، الزيادة على ربي اغفر لي سنة، الزيادة على ربنا ولك الحمد لربي الحمد لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. مفهوم؟ طيب، الأصل أن المسلم خاصة أنتم أئمة مؤذنين يتطهر في بيته، لا يؤخر الطهارة والوضوء إلى المسجد، تتطهر في بيتك، تخرج إلى الصلاة في أحسن لباس، تمشي أو تركب في سكينة وقار، في سكينة في الحركات وقار في الهيئة، يعني ما تخرج المسجد أنت مهرول أو مشمر أو رافع الصوت في الجوال، أي نعم نعم إن شاء الله بعد الصلاة بس أنا داخل الجماعة إن شاء الله. مفهوم؟ أدب قبل دخول المسجد. طيب، المكان اللي إذا تضع فينا عليك في الخارج ضع الدنيا خارجا، لا تدخل بالدنيا للمسجد. البيع والشراء إذا رأينا الرجل يبيع أو يشتري في المسجد يقول لا أربح الله تجارتك. مفهوم؟ إنشاد الضال، البحث عن المفقودات، يوتيوب، واتساب، تليجرام، وسائل تواصل، اتركها يا شيخ لله، ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. وانت امام ومؤذن تفتح هذه البرامج، الناس ايش يقولوا عنك؟ قدوه يا شيخ انت، صح؟ وامنع الناس، ما في اشكال. طيب يا اخي، تتقدم الى الصف الاول، تصلي، لا تنتظر وتنظر في الساعه او يقول المؤذن ولا الامام. والامام والمؤذن لابد يكون عنده فقه، يعني ما يعصب. ليش؟ لان الشيطان موجود أين؟ في المسجد. يا سعد أعطينا الجوال، والله المشكلة بهذا قامت السماوات والأرض، العدل، صح؟ نعم. هات شوف، عندنا إمام، وهذا الإمام لا يطيل أبدا. دخل واحد مصلين إلى المسجد في السوق، فالآيفون وصل وقال هذا الرجل للإمام، قال أقم الصلاة. هذا رجل دخل ويقول للإمام أقم الصلاة. الإمام ايش صنع؟ ايش صنع؟ أقام الصلاة وصلى ولا تكلم بكلمة معه. عندما انتهت الصلاة خرج هذا الرجل، الإمام خرج في الخارج وراء الإمام، قال كيف الحال؟ قال والله طيبين. قال من زمان ما شفناك، ايش اخبارك؟ طيبين. ايش حصل في اوكرانيا؟ قال والله حصل في اوكرانيا في مشاكل وكذا وكذا. وقال كيف البترول الان؟ قال والله البترول الان شوي انخفض شوي ارتفع وكذا. المهم يتكلم يدردش. وبعدين ربع ساعة مرة، قال كم لنا نتكلم؟ قال والله تقريبا ربع ساعة 20 دقيقة. قال يا ما تخاف الله، في المسجد ما استطعت تبقى دقيقتين، وهنا باقي معي 20 دقيقة، آخر مرة تدخل المسجد وتقول أقم الصلاة. لو قلت أمام الجماعة سأقول هذا يقف في الخارج 20 دقيقة ولا يتعب، ويدخل المسجد ويصنع مشكلة، انتهت القضية. مفهوم؟ لازم يا أخوان تتذكر أنك في مقام إيش؟ مقام عالم، مقام إمام، مقام دعوة. لازم تصبر على أذى الناس، ما تقول والله أنا الإمام ما احترموني وفتح الميكروفون وكذا. لازم تؤذى، أوذي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنت ما تريد تؤذى، ها؟ وبعدين إيش حصلت أنت؟ في واحد قال عنك مجنون وساحر وكاهن وأرادوا قتلك وضعوا لك السم في الطعام، ها يا شيخ؟ لا، بالعكس، يقول أنا يقولون للشيخ والإمام وروح البقالة يقدموني إذا كان فيه صح طابور أو كذا، صحيح أو لا؟ إذا ما حصلت شيء. مفهوم؟ يا أخي احتسب واصبر، لا تعصب، لا تغضب. مفهوم؟ والتغافل نصف الحياة. التغافل إيش؟ تعرف إيش التغافل؟ يعني في واحد يتكلم فيك في المسجد ويسب فيك بعد كل صلاة ويكلم الجماعة عليك، ولا السلام عليكم، كيفك أبو فلان؟ طيب، الله يبارك فيك، الله يرحم والديك، أعطيه هدية،
أنت قدوة، مفهوم؟ سيكتب في التاريخ، يكتب عند الله، يكتب في التاريخ أن أسامة أما الناس بالأدب بالأخلاق، ما تكلم، تكلموا عليه سبوه، قفل الميكروفون وهو هكذا. مو عشان الوزارة، لا، لله. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. تعرف ايش يعني قط يا أسامة؟ يعني ولا مرة واحد انتقم لنفسه، مفهوم؟ انتقامه لله. لا تقول والله أنا أتكلم، مفهوم؟ لا، أدب، خلق، تربي الجماعة. أنت مربي، أنت معلم شئت أم أبيت. لا تقول أنا ماني مربي. أنت عندما وضعوك الآن إمام أو مؤذن في المسجد أنت قدوة. وأنا أسأل كل واحد فيكم، هل تأثرت بإمام أو مؤذن؟ لابد يقول نعم. انظر مثلا عندنا الشيخ علي الحذيفي حفظه الله، يا شيخ لا يترك الصلاة، والله أحيانا في رمضان، في رمضان يخرج بعد صلاة التراويح في المدينة، يحرم ويمشي إلى مكة، يعتمر ويرجع، يدرك الفجر أحيانا. حرص على الصلاة. وفي عندنا شياب ما يتغيب عن الجماعة أبدا، شايب صح، وإمام المسجد يتغيب، مصيبة هذه. طيب، أخذنا شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مبطلات الصلاة. يتقدم الأصل أن يصلي إلى سترة، يستقبل القبلة، شروط الصلاة، الله أكبر، اليدين مضمومة الأصابع. أنا أريد ترفعوا أيديكم، كيف مضمومة الأصابع جهة القبلة دون أن يمس شحمة الأذنين أو المنكبين، ما يمس هنا ولا هنا، هكذا. نعم، الله أكبر. ثم يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كف اليسرى والرزق والساعد كذا. ها، أنا أريد أشوف. إيه، هكذا كذا وضع، أو قبض كذا يقبض. أما هكذا ما عندنا صلاة. أو مسدلة، أو يضع هنا على نحره أو على قلبه ما شاء الله، أو على خاصرته، ما ينفع. أو هنا لا، على صدري بدون تكلف، لا تتكلف، خلاص، وضع أو قبض. ماذا تصنع الآن؟ سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو أيها، أو أي دعاء من أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تستعيذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بحركاتها وكلماتها وحروفها، ثم تؤمن آمين، مفهوم؟ بعد التأمين يستحب لك أن تقرأ آية فأكثر أو سورة. لا تشوش على المصلين، لا تشوش على نفسك، مفهوم؟ أي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، تمام. بعد هذا الله أكبر تركع. الركوع لابد أن تكون الظهر مع الرأس على استقامة واحدة، تقبض على ركبتيك، مفهوم؟ سبحان ربي العظيم مرة واحدة، ثم يستحب أن تزيد بمارة سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وحمده. ثم بين الركوع والرفع مع رفع اليدين تقول سمع الله لمن حمده. أكثر الناس عندنا متى يقول سمع الله لمن حمده؟ إذا استقام سمع الله لمن حمده، خطأ، هنا ربنا ولك الحمد. ثم يستحب أن يزيد بما ورد، لربي الحمد، لربي الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم يسجد على أعضاء السبعة، سبع أعضاء لابد تمكنها من الأرض. يا شيخ اتق الله، ممكن يجيك أحد المصلين بعد الصلاة ويقول صلاة إمامنا باطل، ما وضع الأعضاء السبع على الأرض، صح؟ تمام. يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، يثبت العلو لله سبحانه وتعالى، سبحان ربي الأعلى، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، ربنا الله الذي في السماء. طيب، تزيد بما ورد، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر، جلسة بين السجدتين، رب اغفر لي، واستحب أن تزيد، رب اغفر لي، رب اغفر لي، الله أكبر. ثم تقوم للركعة، تسجد ثم الله أكبر، تقوم للركعة الثانية، تبدأ بالبسملة وقراءة الفاتحة وما تيسر. الله أكبر، ركوع، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سجود، الله أكبر، بين السجدتين سجود، ثم تجلس للتشهد. إذا كانت هذه الصلاة ثنائية كصلاة الفجر، تتشهد وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية أركان،
ثم تستعيذ بالله من أربع: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وبشر فتنة مسيح الدجال، وتدعو بما ورد أفضل، ثم تسلم. إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية تقوم، عندما تقوم الله أكبر، احرص على أن يكون التكبير واضح، ما تكبر بصوت منخفض، مفهوم؟ ما تصلي وحدك أنت إمام، كبر وما تقول الله أكبر، مفهوم؟ بعض الناس ما تسمع منه إلا الله، لا، الله أكبر، تمام. أهم شيء عندك أنت الإمام حاجتين، انتبه، أهم شيء حتى ما تكون صلاة المأموم باطلة، أهم شيء عند الإمام تكبيرة الإحرام والتسليمتين، انتبه لهذا الكلام اللي أقول، حتى لا تكون صلاة المأموم باطلة. هذا ما شاء الله، الله أكبر، ممكن المأموم إيش قال؟ الله أكبر ودخل في الصلاة قبل إيش؟ هذا ما يكبر صلاة المأموم، هو عرض صلاة المأمون للبطلان. تكبيرة الإحرام لا تمدها، مفهوم؟ الله أكبر إحرام، والتسليمتين سلم إيش؟ بسرعة، لكن مو سرعة مخلة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أما هذا السلام عليكم هذا يمكن خرج المصلي، خرج سلم قبل الإمام. من المشكلة؟ من أين؟ الإمام، هذا السبب، سبب في بطلان صلاة المأموم. إذن عندنا أهم شيء اثنين عندك، خلاص بس يكفي هذا اليوم. يا أخواننا استفدت أو لا؟ لا، ما أريد مجاملة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أبغى واحد يقول ما استفدنا، في مشكلة، في عندي خلل، في أشياء ما درسناها، في كذا، في جوالات تطلع، لا انتهى الدرس، ايفون دخله، نعم نعم، في اشكال اعطونا، في سؤال، في اي شيء قبل امشي. ها ها، يقول وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، امرنا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام معشر الانبياء، امرنا معشر الانبياء عليهم الصلاة والسلام أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أمرنا معشر الأنبياء، خلاص؟ نعم. ها الشيخ، رب اغفر لي ولوالدي، ما هو وارد، تبي تدعو لوالديك ادعو، لكن مو في هذا الموضع، لأن أذكار الصلاة توقيفية، سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، والشكر بدعة، تبي تدعو لوالديك ادعو في السجود، هنا رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو رب اغفر لي وارحمني واجبرني. نعم، بعد ما يقول سمع الله لمن حمده، شوف الآن سمع الله، يسعى كذا، لا خطأ، سمع الله لمن حمده كذا تكبير، وما يدعو، هذا ما هو موطن دعاء، موطن الدعاء في السجود أو قبل التسليم. نعم، إيش البسملة قبل الفاتحة؟ تبسمل سرا لا جهرا، البسملة، قال صليت في الصحيح، يقول أنس رضي الله عنه، يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، طيب مفهوم؟ تبسمل سرا. نعم، تسليم، تقول السلام عليكم ولا السلام ورحمة الله؟ السلام ورحمة الله، إيش السلام ورحمة؟ ما عندنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نعم، إيش الزيادة هذه تصح، لكن أنت مع المصلين لا تأتيهم بأشياء، شكله آيفون، لا تأتيهم بأشياء لا يعرفوها، مفهوم؟ إلا تعلمهم وتنشر لهم. آيفون؟ لا مو آيفون، خلاص. نعم، لا يا أخي، إحنا الآن ليش عندنا أئمة هنا اجتمعنا؟ والله يا أخواننا أسأل الله القبول لي ولكم، هؤلاء أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية، ما أرادوا إلا أن تكون أنت أحسن إمام وأحسن مؤذن، إيش مصلحتهم هذول؟ والله يا أخواننا، تعال عنده قل يا أخي تعال اسمع لي تشهدي، اسمع لي قراءتي، اسمع لي تكبيري، اسمع لي أذاني، ونبهني يا شيخ علي وحدي أنا وأنت، تعال على جنب،
إذا ما وافق في 10 مثل علي الحمد لله موجودين. غيره الأسئلة عندكم أسئلة اختبار على الصلاة حلوها، في بعض الأسئلة ما هي موجودة ما أخذناها، يا أخي فقه تعلم ما في إشكال، وغدا إن شاء الله لو عندكم أسئلة تجمعوها ونجيب عنها غدا بإذن الله تعالى. آخر سؤال. أيوة إيش سنة يضع؟ أي نعم يضع أصبعي في أذني في الأذان سنة. نعم إذا جهر بالبسملة صلاته صحيحة طبعا، جهر صحيحة. نعم والله أعلم، صلى الله على نبي محمد وعلى صحبه وسلم. جزاكم الله خير. الأسئلة تجيب عنها أسئلة الصلاة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خليك معي. ماذا أخذنا بالأمس؟ هاي الشيخ ماذا أخذنا أمس؟ ها؟ أنت معنا أمس؟ هاي الشيخ بعده شروط الصلاة قبل الصلاة، وأركان الصلاة داخل الصلاة، واجبات الصلاة داخل الصلاة، تمام. نعم الشيخ أركان الصلاة، أركان الصلاة كم؟ 14. والواجبات 8. والشروط كم؟ 9. تمام. في إشكال؟ في إشكال في درس أمس؟ في سؤال؟ في سؤال في الأسئلة أو شيء غير مفهوم في الكتاب ولا شيء؟ ما شاء الله. طيب عندكم خطبة جمعة أو لا؟ ها؟ في منكم خطيب جمعة؟ اللي خطيب يرفع يده. ما في خطيب جمعة؟ واحد بس. ها؟ والبقية ما تخطب الجمعة؟ أيش تجاوبني؟ أنت خطيب؟ موكلين يعني تخطب الجمعة أحيانا؟ ها؟ طيب خطبة الجمعة يعقل بالله إنه بعض المساجد إذا تغير الإمام مصلي ظهر يعقل هذا؟ ما في عاقل في المسجد، ما في إنسان في المسجد يستطيع يصعد المنبر وش يقول؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عباد الله اتقوا الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يجلس بعدين يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ينزل يقيم الصلاة. خطبة صحيحة ها؟ ولا واحد من العلماء يقول هذه الخطبة ما هي صحيحة. مفهوم الشيخ؟ صعب. ربك تمام تمام. أنا أريد تقول لي ربك ربك تعال المسجد. أنت مو المؤذن ولا أنت مسؤول المسجد صح؟ تعال في وقت ما في أحد، افتح باب المسجد سكر الباب واصعد المنبر ما في أحد. إن الحمد لله أصرف. عود نفسك تعلم مفهوم الشر، أو جيب واحد من أصحابك أسامة قول يا أسامة اجلس هنا وأنا بصعد أخطب فوق. صعب ها؟ مفهوم الشر
لا تطالع في الناس، لا تنظر تحت، مجرد ما تجي تقول السلام عليكم لا تطالع في أحد، طالع فوق في النجف. مفهوم الشيخ؟ أنا أول خطبة خطبتها خطبة جمعة، الإمام عندنا اشتكوه في الأوقاف وفصله، وجوني جماعة المسجد قالوا نبغاك تخطب الجمعة. متى؟ بعد غدا، بعد يومين. والله المهم جيت الخطبة، عندنا جيراننا في عمال مصريين، عمال مصريين جيران، وأنا يوم صعدت المنبر والله مسجد يعني قرابة هذا ليس بعيدا، قرابة هذا المسجد، عندما صعدت المنبر وبدأت أخطب دخلوا مين؟ العمال المصريين اثنين دخلوا مع بعض، دخلوا أشوفهم سبحان الله، دخلوا ينظروا وجدوني أنا على المنبر، ما توقع شوفوني على المنبر، يوم شافوني على المنبر يسوون داخل المسجد سووا لي كذا وأنا أخطب الجمعة. فأنت عود نفسك عندما تخطب الجمعة أن فيه مشاغبين، ممكن واحد يقف، ممكن واحد يصنع، صح ولا لا؟ ايش الاشكال؟ مرة مرتين ثلاث مرات ولا اشكال، مفهوم يا اخي؟ احسن ما تصلي الظهر او تطلع وتتقتل في الكلام، صح؟ ها؟ اسعى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اجلس. الثاني، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. أقم الصلاة. ها إيش رأيك؟ يمكن يقولوا هذا لا تنزلوا عن المنبر، خلوه دائما الخطيب، صح؟ مختصر مفيد، آية حديث، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الوعظ لازم وعظ، اتقوا الله عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، مفهوم الشيخ؟ خلاص انتهينا، وبعدين تدرب شوية شوية. سجود السهو، اليوم درسنا في ايش؟ في سجود السهو. شوف عندنا قواعد، لازم تضبط القواعد هذه حتى ما ايش؟ تلخبط في السهو، مفهوم الشيخ؟ تمام. السهو ينقسم الى قسمين، سهو في الصلاة، في الطواف، في اي في الوضوء، في السعي. السهو ينقسم الى قسمين، قبل أن يأتي الشك، الشك ينقسم إلى قسمين، أن يأتي الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، وأن يأتي الشك داخل العبادة. كم قسم يا أسامة؟ قسمين، بعد الفراغ والانتهاء من العبادة وأثناء العبادة. تمام، هنأخذ أول شيء اللي بعد الفراغ والانتهاء من العبادة. أمس أخذنا قلنا بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إلى الشك حتى ولو كان 99%. قلنا أمس أسامة قال الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، جاء الشيطان قال أسامة متوضي؟ أنت كبرت على أساس أنك إيش؟ متوضي؟ انتهى الوضوء؟ انتهى. إذا لو رجعت قطعت الصلاة وتوضأت آثم، لأنه الشك بعد الانتهاء من العبادة لا التفت إليه. توضأ أسامة ودخل من باب المسجد، من يوم دخل باب المسجد ويمسك رأسه شك في إيش؟ أنه مسح رأسه أو لا. لو رجع وأعاد الوضوء آثم، انتهى الوضوء، انتهى، دخل المسجد كم انتهى الوضوء، لو رجع آثم
ما يرجع إلا بيقين 100%. مفهوم؟ إذا كل شك بعد الفراغ الانتهاء من العبادة ما التفت إليه الإطلاق. الشيخ من الله عليه رحمك طاف 7 أشواط وصلى ركعتين ومشى على وين؟ على المسعى صح؟ وجاء يوم جاء عند الصفا قال والله أشك إنها 6 ما هي 7. لو رجع آخر انتهى الطواف، لو رجعت آخر مفهوم؟ هذا يصلي ودائم لا بعد الصلاة، بعد الصلاة يشك، قرأ الفاتحة أو سجدتين أو سجدة، سلم. إذا سلم ما يمكن يرجع يعيد الصلاة، لو رجع إلى الصلاة آخر مريحة، القول هذا مريحة مريح جدا. تمام. إذا كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه، كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه ولو كان 99%. مفهوم يا أخي؟ وترتاح من الشكوك. هذا متى؟ بعد الفراغ. تمام. الآن نريد نتكلم عن الشك داخل العبادة، داخل الصلاة وداخل الطواف، داخل السعي، تمام، داخل الوضوء. إذا كان الشك داخل العبادة قليل أو كثير، ينقسم داخل العبادة إلى كم قسم؟ قسمين. كثير، بعض الناس يقول دائم أسجد للسهو، دائم أشك، فأنت إيش؟ موسوس، إلغي. كيف ألغي؟ قال تلغي الشكوك ولا سهو عليك. مفهوم؟ مثال أسامة يقول دائما عندما أصلي أشك سجدة أو سجدتين، دائما. قال دائما، إذا تجعلها دائما إيش؟ سجدتين ولا سهو عليك، وبهذه الطريقة تذهب الوساوس. مفهوم الشيخ؟ هذا إيش؟ كثير الشكوك. إذا كثير الشكوك لا يلتفت إليها، اقطعها بتركها. مفهوم يا أخي؟ ممكن يجي الإنسان قال صلاتي باطلة، صلاتك باطلة لو تسجد للسهو، لو تصنع لو تصنع. هذا فتوى بن عثيمين رحمه الله. تمام. وجاء الشيخ قال أنا أسجد للسهو مرة كل 6 أشهر، هذا قليل أو كثير؟ قليل. ها؟ قليل. عندنا في المدينة هناك في المسجد النبوي إمام له 40 سنة في إمامة المسجد النبوي المصلين، لم يحفظ عنه أنه مرة واحدة سجد للسهو. كم سنة؟ 40 سنة في إمامة المصلين. 40 عمرك أنت ممكن زد عليه شوي صح؟ ما سجد للسهو. ليش؟ 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 تحضر قلبك الصلاة، ما مفكر في جوال ولا في الكامري ولا في العروس ولا في الخبز ولا في الكشتات ولا في الطلعات. إذا صلى خلاص مع الصلاة. مفهوم؟ وممكن أنت تصنع يا أسامة أشياء تضبط بها الصلاة وما تسهو. كيف؟ أنا بقول لك كيف. صلي الركعة الأولى يقرأ فيها قل أعوذ برب الفلق مثلا، الثانية قل أعوذ برب الناس، انضبطت إيش؟ الأولى مع الثانية. مفهوم يا أخي؟ في الأولى بعد الفاتحة إيش؟ قل أعوذ برب الفلق، في الثانية قل أعوذ برب الناس، أو قل يا الكافرون قل هو الله أعلم. طيب الشيخ مثلا في سنة الفجر سنة المغرب، تمام، في السجدة الأولى، السجدة الأولى يقول سبحان ربي الأعلى قلنا وجوبا ما في كلام، بعدها ايش يقول؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح. في السجدة الثانية يقول سبحان ربي الأعلى، ثم يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. مفهوم؟ تمام. في الركعة الأولى إذا قال سمع الله لمن حمد يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،
في الركعة الثانية يقول ربنا ولك الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد. مفهوم التنويع بين الأذكار إيش؟ خليك تضبط الركعات بإذن الله. مفهوم يا أخي؟ وإذا جاك الشيطان أسامة تصلي، جاك الشيطان قال موضوعنا الليلة إن شاء الله بعد الدرس اللي اتفقنا عليه أنا وأنت، إيش تقول؟ تستعيذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثلاثة، ما يأتي بإذن الله. مفهوم يا أخي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف للصحابي هذا يقول فذهب عني يقين. طيب مفهوم؟ تمام. مرة ثانية نعيد الكلام، الشك ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين. بعد الفراغ والقيام من العبادة ينتقد إليه، داخل العبادة ينقسم إلى قسمين. كثير الشكوك ايش يصنع؟ لا يلتفت اليه، لكن قلنا يتعاطى الاسباب، ينفث عن يساره، يستعيذ بالله، يغير الاذكار، ينوع بين الاذكار، صح، يجلس، تصلي يا اخي في مكان ما في اشياء تلهيك عن الصلاه، جوالك تدخل قبل تدخل، ارمي الجوال في السياره او اغلقه، مو صامت، لا ممكن صامت يشغله هزاز، صح؟ ويدق عندنا برنامج اليوتيوب ولا برنامج تليجرام، صح ولا لا؟ لا يا اخي، وضع الطيران فوق اي، وارجع قفل الجوال، ماي ولا اي اشاره تاتيك، خلاص تدخل الصلاه وانت صافي الذهن. فافهم مقالي فهم صافي الذهن. تمام. الآن نجي للقسم الثاني، قليل الشكوك. قليل الشكوك هذا قلنا كل ستة أشهر إيش ممكن يسجد مرة للسهو أو يسهو مرة، فهذا قليل الشكوك يبني على ما ترجح لديه. أسامة يصلي الظهر أربع ركعات وشك، هل هي ثلاثة أو أربع؟ يبني على الأقل، لا يبني على ما ترجح لديه. قال ترجح لدي غلبة الظن عندي أنها أربع، يقول ابني على أربع واسجد للسهو. قال غلبة الظن ثلاثة، ابني على الثلاثة وجيب الرابعة واسجد للسهو. قال تساوى الأمر، ما ترجح عندي هي ثلاثة وأربعة، إيش يصنع هنا؟ يبني على الأقل. مفهوم؟ إذا قليل الشكوك يبني على ما ترجح لديه، لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل. متى يسجد؟ مفهوم؟ متى يسجد للسهو؟ قبل السلام أو بعد السلام؟ شوفوني أنتم الأئمة مو أنا. أكثرها قبل السلام. قبل السلام إذا كان واجب. إذا كانت زيادة. وإذا كان ركن بعد السلام. في عندنا قول سهل. وأرى المصلين المشكلة بعد السلام يحصل إشكال. خاصة إذا المسجد كبير وإذا في مصلى نساء، لأن في مصلى النساء جاءوا مرة طلعت مرأة وقالت لزوجها قال مين الميت اللي صليت عليه اليوم بعد الصلاة؟ قال أي ميت؟ قال أربع تكبيرات وسلمته. سجود السهو كم تكبيرة؟ أربع تكبيرات وسلام. هي ظنت أنه صلى على إيش؟ ميت، ما يشوف الإمام. مفهوم؟ في قول عندنا لابن سعد رحمه الله انه يصح السجود ايش؟ قبل السلام وبعد السلام، وفي الغالب الائمه عندنا يجعلوا سجود السهو قبل. مفهوم؟ الا في المواضع التي سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعد السلام يسجد بعد السلام، لكن لو سجد قبل السلام يسجد. مفهوم؟ طيب كيف يسجد للسهو؟ الله اكبر يسجد، سبحان ربي الاعلى، كل سجود تقول فيه سبحان ربي الأعلى. بعضهم يسأل يقول ايش اقول في سجود السهو؟ سجود السهو، سجود التلاوة، سجود الشكر، سجود الصلاة، ايش نقول؟ لازم مرة واحدة وجوبا تقول سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، رب اغفر لي، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، ايش؟ تشهد؟ لا، سلام، صح؟ مثل صلاة الجنازة. مفهوم؟ طيب أسامة الله يهديه، المخ مو هنا، روح وصل وين؟ وادي الدواسر،
والصالح بعد الدراسة للرجال هناك يفكر في الزواج الكامل والله المستعان. يوم جلس المفروض يسلم ايش قال؟ التحيات لله والصلوات والطيبات. تذكر الآن ايش صنع أسامة؟ سهى في السهو صح؟ سهى في سجود السهو صح ولا لا يا شيخ؟ لا شيء عليه، يسلم وخلص مفهوم؟ تمام. ايش؟ معي وانت هناك؟ تعال عندي هنا يا شيخ الله يهديك. تعال قدام. هذا من الشيطان والله، هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واحد هناك اخر المسجد، لو يدخل واحد الان يقول ايش تكون متفرقين؟ ايش متخاصمين؟ ما تبغى الشيخ؟ تعال يا ابو عندك خايف؟ تعال عندك طيب، نعم، في سؤال؟ في استفسار؟ بقي شيء في الأسئلة أشكر عليكم بعدين السؤال. مس المرأة، مس المرأة غير ناقض الوضوء، غيره كذا غير ناقض، السؤال غير مفهوم، خلاص اكتب غير ناقض الوضوء. ها ايش؟ انا مسوي شيء بعد ما اسمع بعد السلام. ايوه ايش اللي كان مسوي شيء بعد التسليم وبعدين في الكتاب تجد ان شاء الله. هذا ما غير شيخ. نعم بالنسبه لصلاه الكسوف ايوه هل يشرع لها خطوه ولا فيه خلاف بين العلماء؟ فالراجح الكتاب الخلاف، خلونا هنا خلاف 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 خلاف، لا هذا مو شغلك الخلاف انت، مفهوم يا اخي؟ انت ابحث عن امام، ابحث عن ايش؟ امام عالم رباني، وخذ بقول ولا تقول لي خلاف الله خلاف، مفهوم الشيخ؟ وارتاح وريح الجماعه، كل مساله فيها خلاف تعبتني يا شيخ. ايش تصنع؟ قال هذا انا باخذ بن عثيمين رحمه الله، امام عالم مات ميت افضل، اي نعم، لان الحي لا تؤمن عن الفتنه صح، واخذ بكل اقوى والجماعه اللي خطبوا يقول هذا قول بن عثيمين. لو قال لك هذا المفتي يقول كذا، الشيخ صالح عن الشيخ يقول كذا، الشيخ صالح الفوزان يقول والله انا وضعت الشيخ بن عثيمين حجه بيني وبين الله، مفهوم يا اخي؟ لكن تلعب مرة بن عثيمين ومرة بن باز ومرة الألباني ومرة كذا وعلى كيفك، يمشي الجماعة على كيفك. لا، خذ قول إمام عالم، خذ أقواله في كل المسألة وارتاح ولا تقول لنا خلاف، انتهى السؤال، مفهوم يا إخواننا؟ وترتاح وتريح الجماعة. غير ها الدرس، الدروس لابد يكون لكم دروس للناس. أسامة قال أنا ماني أهل التدريس. من قال لك تفتي؟ من قال لك تتفلسف؟ تعرف الفلسفة؟ تعرف الفلسفة؟ ها؟ لا تتفلسف، لا تتفلسف، مفهوم الشيخ؟ لا تجي تقول والله الخطبة في صلاة الكسوف أو الخسوف فيها خلاف بين العلماء. القول الأول من يقول أن الخطبة سنة، والقول الثاني من يقول، من قال لك تتفلسف؟ مفهوم يا أخي؟ ما تفلسف، ما تفتي، مفهوم؟ واحد زائد واحد اثنين، تقرأ حديث مثلا من الأربعين نووية، باب من أبواب كتاب التوحيد، فتوى بن عثيمين، هذا عنده مشاكل في المسجد، أصلاً لا يوجد مسجد على وجه الأرض ما في مشاكل، يوجد؟ ها؟ لا، ما يوجد، يوجد؟ لابد في عندنا مشكلة بين الإمام والمؤذن أو الإمام والمصلين، صح؟ تمام.
فأنت عندك مشكلة في المسجد عالجها بفتوى بن عثيمين. كيف؟ بعد الصلاة اقرأ عليهم فتوى بن عثيمين في ايش؟ في مسابقة الإمام مثلا، عنده مشكلة أحد المصلين مسابقة الإمام في رفع الصوت في المسجد، تجد فتوى بن عثيمين ومشيهم على هذا. خلاص يا شيخ، لكن الدرس اللي تدرسه مدة دقيقتين إلى خمس دقائق، هذا أطول درس، مفهوم يا أخي؟ لا تطول على الجماعة، واشترط على الجماعة، قول اسمعوا على الجماعة، بيني وبينكم الساعة، إذا زدت على خمس دقائق لا أحد يجلس، وقبلها ما أحد يقوم، واتفقوا معي على هذا. صدق تطلب العلم أنت اللي تستفيد مو هم، لكن ما تقرأ من إيش؟ من كتاب، احفظ الحديث وتعال اقرأ الحديث بدون فلسفة، فتوى ما تفتي، انتبه، والله أخطر شيء الفتوى، مفهوم؟ وأسلم معمم عليكم ما تفتي، ما شاء الله، صحيها، أوقف الشيخ، أذهب سموك شوي، أيوه، معمم عليكم ما حد يفتي، وعندنا الحمد لله إفتاء، ما تفتي، ما تتفلسف. اذكر المسألة كما هي. قلت قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: اكل لحم جزور ناقض الوضوء، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. هذا درس اليوم، السلام عليكم، مفهوم؟ لازم ياخذ فلسف وتقول لا، والمسألة فيها خلاف، وهناك من يقول أن أكل لحم الجزور غير ناقض للوضوء، والدليل يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر عهد منه ترك الوضوء مما مست النار، وقد قال بهذا القول. يا أخي شك علاقة أنت بهذه الفلسفة؟ لا تفلسف، واحد زائد واحد اثنين، قول واحد، مفهوم؟ وامشي، تمام؟ تستطيع ولا؟ درس سهل واضح، كلمتين أعطيهم المقصود وامشي، مفهوم؟ قل اليوم عندنا نريد أن ننبهكم أن أكل لحم الجزور ناقض الوضوء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن أكل لحم الجزور ناقض الوضوء، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. تستطيع تحفظ هذه الكلمتين وتقولها في الدرس؟ خلاص، وعلى هذا دقيقة دقيقتين درسك وامشي. من يتعلم؟ من اللي يستفيد؟ أنت. لكن لا تروح لجوجل، مفهوم؟ مشكلتنا جوجل، يروح لجوجل ويشوف لفلان وعلاه والمتفلسفة وأهل الكلام. لا، جوجل اتركه، خذ كتاب ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع، كتاب واحد لكن عمدة، الشرح الممتع هذا ما يمكن تستغني عنه، هذا كنز فيه كل ما يتعلق بالصلاة والزكاة، كل الفقه. هذا الكتاب اللي معك الآن أصله الشرح الممتع، مفهوم يا أخي؟ تمام، غيره؟ ها، خلاص قضينا على السؤال الحمد لله، ما يجينا يقول في خلاف، ما في خلاف، الحمد لله انتهينا. بن عثيمين تثق في دينه وعلمه، خذ بقوله وانتهى الموضوع. الإطالة بين الأذان والإقامة، ايش؟ الإطالة بين الأذان والإقامة جائزة؟ الإطالة، أنت هنا محاسب على ماذا؟ على الأذان والإقامة، وعندك توقيت موقتينه لك وزارة الشؤون الإسلامية، صح؟ امشي على التوقيت، مفهوم؟ الجماعة، قل لهم يا جماعة أنا الوقت ليس ملكي، وزارة الشؤون الإسلامية محدد الوقت، وقت الأذان والإقامة المانع فيه، إلا إذا تأخر الإمام تأخر يسير، وأنا أعرف أن الإمام يأتي أنتظر شيء يسير، مفهوم الشيخ؟ أي نعم، ما في إشكال. بعدين إخواننا أنتم مؤذنين أئمة، ما يعقل تتأخر يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس تأخر عن صلاة؟ لا. ترك صلاة؟ لا طبعا، نعم، مفهوم الشيخ؟
على التوقيت، ولو تضع هذه الساعة الإلكترونية تحسب لك وقت الإقامة تقيم عليها، والجماعة يقول هذا التوقيت، وضعوا الأوقاف، مفهوم؟ ضعها في رأس عالم وطلع منها سالم، ضعها في رأس الأوقاف، أي واحد يكلمك كل الأوقاف موجودين، عندك اعتراض اذهب إلى الأوقاف، مفهوم؟ وخليه بعد الصلاة اطلع معه برا عند المسجد، عند باب المسجد، وتكلم معه وقول كيف الأخبار وش كيف العلوم وكذا، وإيش صار في إيش في أوكرانيا، وإيش صار في كذا، وإيش صار في كذا، وتكلم تكلم معه، بعد يقول ما تخاف الله، ما تستطيع تبقى في داخل المسجد دقيقتين وتبقى هنا 20 دقيقة، مفهوم؟ إخوان عامل الناس بالحسنى، الكلمة الطيبة، تبسمك في وجه أخيك، أعوذ بالله بعض يدخل هكذا ما يسلم عبوس، يا أخي ادخل سلم على الجماعة، السلام عليكم كيف الحال، يصير ولا ما يصير؟ ها؟ كشف، مش هذا إمام؟ قدوة أنت للناس، صح؟ سلم عليها، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، سلم يا أخي، يدخل كذا، ليش؟ ايش صنعوا لك هذول؟ سلم عليهم يا شيخ. نعم غيره ها. اصبر خلنا نسحب من هنا شويه. ها نعم. تمام المسجد و تمام المصلي مصلي ايوه. بقي ايش؟ خليك دائما على الوقت، دائما على الوقت. باقي دقيقتين انتظر دقيقتين حتى لو اكتملوا الجماعه. مفهوم؟ خلاص يعرف جماعة المسجد أنك على الوقت، يا أخي ياسين في صلاة، مو لازم تقام الصلاة، اقرأ القرآن يا أخي، سبح اذكر الله تنفذ، صح؟ نعم. ها قرأت القرآن مع المصحف في الصلوات الخمس. أيوه. يقول أنا أصلي بالناس من الجوار، يا سلام. ليش؟ ليش؟ عود نفسك على الحفظ والقراءة من حفظك، واللي يخاف شوف يا شيخ، اللي يخاف يظل حياته كلها يخاف، لأن بعض الناس ما يخرج عن جزء عنها، صح؟ ما يخرج يخاف. مسجدنا قلت لكم فيه مشاغبين كثير، المهم المشاغبين هذول يعني مشكلة، فالإمام عندنا ما يخرج عن جزء عنها، لو خرج يخطئ. ليش؟ لأن المصلين معتادين أنه ما يخرج. صليت فيهم يوم وقرأت يسألونك عن الخمر والميسر سورة البقرة، فجاني واحد مصلين بعد الصلاة قال أنت تقرأ من فين؟ قلت من القرآن. قال ما سمعنا هذا الكلام. عود نفسك، لا لكن حفظ واحفظ واضبط واقرأ في قيام الليل في الصلاة النافلة مثلا هذه الآية يا شيخ، انتبه، تعود نفسك عندما تأتي تستطيع تقرأ بإذن الله، مفهوم؟ أما لو تعود نفسك على جزء عام خلاص جزء عام، تعود نفسك على الجوال ما تستطيع تقرأ الفاتحة بعد هذا إلا من الجوال، مفهوم؟ كان يقول لي أحد المشايخ يقول والله أنا كنت أظن أنه ما أحد يقرأ في صلاة التراويح، ما كنت أظن أنه أحد لا يقرأ من المصحف في صلاة التراويح إلا أئمة الحرمين، حتى جئت إلى بعض المساجد ورأيت بعين طلاب صغار يحفظ، مفهوم يا أخي؟ احفظ، إيش المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنزل على القرآن بعد كم سنة؟ 40 صح؟ حافظ؟ ها؟ اي نعم، مفهوم؟ احفظ، ايش عندك مشكلة؟ لا جوال لا اترك، وخطيب ما شاء الله يطلع خطبة الجمعة ها؟ من الجوال من الايباد، تخيلوا انا ادرسكم الان من الايباد، تقول يا اخي روح احفظ وتعال، صح؟ صح ولا لا؟ اي نعم. سؤال، في سؤال؟ ما في شيء. اللي في رمضان ايوه اكل التمر قبل الاذان ولا بعد؟ ايش؟ التمر
تفطر. أنت مؤذن؟ أذن وهم يفطر وأنت بعد أذان تفطر إن شاء الله. طيب الدقائق إذا دقيقة دقيقتين في مشكلة؟ كيف دقيقة دقيقتين؟ يعني على الوقت. أذن على الوقت. لا تزود لا تنقص. ما في شيء عندنا احتياط. لا خلاص على الوقت أذن. نعم. ما في شيء ابدا. طيب اخوان اسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اياكم الاخلاص في القول العام. اخواننا والله يعني عملكم هذا يعني من افضل الاعمال، والله سبحانه وتعالى يوفقكم. ادعوا الله دائما اهدنا الصراط المستقيم. دعاء واضح سهل، اهدنا الصراط المستقيم. الله قبل تأذن قبل تأم الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعني، استعن بالله، افتقر إلى الله سبحانه وتعالى. طيب أخواننا وسامحوني إذا يعني أنا مثلا تطاولت عليكم أو صحينا بعض الناس نايم أو كذا، فأنا والله أقل منكم درجة وما جئت إلى هذا المكان إلا ودنا نتعاون. اللي يريد رقمي، اللي يريد الموقع مثلا موجود عندكم على الكتاب الموقع، ممكن تدرس عن بعد معنا، تدرس عن بعد، تدخل معهد السنة وتسجل وتدرس الكتاب، ما حد يدري عنك، ترسب تنجح تخطئ ما في إشكال، تخطئ هنا أحسن مما تخطئ مع المسلمين. إذا في أي استفسار أي إشكال أي شيء أنا مستعد ونتعاون. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا بكم في هذا المكان أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.